حاول النهارده تدرس مع بعض شويه كده في النيورونات عشان واضح ان هو عندكم مشكله شويه. اوكي؟ الدردشه دي هتلاقوني في اجزاء ماشي بسرعه لان حاسس انها سهله. وهبطأ في الاجزاء اللي طلبت مني. طب الدكتور ما تقول اللي طلبت مني على طول. هي الفكره ان عشان اقول مثلا فورس فيرتيكال حوالي ايه لازم الاول افهمه. سيرد فيرتيكال ما اقدرش اقول غير الدايكت. لاترال فيرتيكال ما ينفعش نجيب الواي مثلا اللي حواليه. والا هيبقى بنحفظ اسماء ما عملناش. فتقولي جوه الاجزاء تبدو ليكم ان هي مش الموضوع الصعب اقولها بسرعه مجرد بس تفكروا بيها ونبطأ في الاجزاء اللي انتم بتقولي عليها صعب. محدش مثلا قال لي على الانترنت ترسل حاجه على الفيزا نيكلاي حاجه. واضح انها سهله. هو ايه ايه الفيزا نيكلاي ده؟ جو معايا كده عشان ايه عارف البروجرام بتاع الحرب. محدش قال لي حاجه على السيربيلا. كويس. الحاجات الهادية دي سيربنت مش كويس تمام مش مهم مش عايز مش مهم يا جماعة كل حاجة مهمة تمام وليه الامتحان يجي لما أدخل وعارف كل حاجة غير لما أدخل وسايب حاجات مش مهمة لأن هبقى مسؤول الامتحان مرعوب ويجي حاجة تدور فلما أذاكر وما يجيش أحسن ما أذاكرش ويجي في حاجة لازم أوكي جاهزين نهدى بقى خالص نقفل الكتب الكتب عشان تعرفوا تركزوا معايا نرجع كده ضحية لورا ناخد نفس كده طويل ونسترخي نطلع كل الافكار الشريره اللي في مخنا مش عارف السيرجي ماله البيتا ديك ماله مش عارف ايه احنا ما عندناش حاجه دلوقتي غير اليوم انا اعتبروا ان انتوا مش في طب وان انتوا جايين رحله كليه الطب ولا داخل عرفتوا جزء من كليه الطب انتوا في رحله دلوقتي يا جماعه اهم حاجه في الموضوع نسترخي ونبدا ان شاء الله نستفاد من المحاضره اللي احنا عملناها بس بشرط ان ما حدش يتكلم معايا جنبه كله مركز معايا اتفقنا جاهزين تمام يلا نبدا حكايه النيورو اناتومي حكايه القصه عباره عن طبعا النيورو اناتومي بيركز على السنترال نيرفس سيستم فالاول ابتدى معاك على السبينال كورد مش هتكلم عليه النهارده مش سهل قوي وبعد كده دخل جوه السكال ابتدى يتكلم عن حاجه اسمها البرين ايه البرين ده يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض البرين هو الجزء اللي موجود جوه السكال وبيتكون من ايه البرين ده؟ فيه اجزاء وموجود فوق الكره المجرى اللي جوه السكال ايه ده؟ سيريبرم وايه ده؟ سيريبيلوم على فكره لما نعرف الرينج الاول كل ما نيجي الموقع تتكلموا معايا فيه ده اللي انا عايز اوصله انك تبني مع بعض حكايه ان انا ادخل في نص القصه دي يبقى انا حوالها حفظ ما فيش فهم مش طول معايا حاجه يعني مش فاهمين حاجه فاحنا هنبني مع بعض ايه؟ على قد ما نقدر سيريبرم وسيريبيلوم امال ايه الملون اللي قدام ده مكون ثلاث اجزاء؟ اللي هو الجزء الفوق ده اسمه ميمبرين والجزء ده اسمه فومس والجزء ده اسمه مضلع والثلاثه مع بعض اسمهم برين ستيم لان الوصف البرين قال لك شبه نبات اسمه المشروم فهو في جزء عريض من فوق اسمه السيريبرم وفي صاب بتاع النبات ده اللي هو البرين ايه؟ برين ستيم. نبتدي نتكلم على برين ستيم اجزاء البرين ستيم دي فروم بيلو ابو مضلع اوبلونجاتا بونز من برين تمام كل واحد منهم عايزين منه الاكسترنال فيتشرز بتاعته السايت مين اللور مين الميدل مين الابر اللينس المضله 3 سم البونز 2 سم ونص الميد برين 2 فاعرف واحده ناقص انصاص يبقى طول المضله قد ايه؟ 3 طول البونز 2 سم ونص تمام ميد برين 2 سم اكستنشن يور المضله اكستنز جاست بيرو فروم ماجنم في حته من المضله معديه في فروم ماجنم جاست اباف ذا اكزيت اوف سي 1 انتوا عارفين سي 1 لما يخرج يبقى ده اول بدايه السبانال كورد اول سيجمنت في السبانال كورد عند خروج اول سيرفايكال نيرف يبقى جاست اباف اكزيت اوف سي 1 ده اللي هو تمت المضله عشان كده لما يجي يقول لك ايه الاستراكشرز باسنج ثرو فروم ماجنم بقول فوق المضله لان البدايه بتاعتها الفعليه جاست بيلو الفروم ده فين النهايه بتاعتها الابر اند فين؟ عند اللور بوردر بتاع مين؟ فولز طب البونز بقى اكستند من فين لفين؟ من الابر بوردر في المضله للور بوردر في ميد برين والميد برين بين ايه وايه؟ اكستند للبونز لحاجه اسمها تاين كيفن. من ضمن الحاجات اللي طلبت تاين كيفن ناسين ان هو في صوبه شويه. اوكي اي ثلاث اجزاء بمعنى اهو مضله بونز ميد برين. هننسى
اليوم اللي هي مين؟ بابا وجون جاتا. يلا يا جماعه عايزين تقول ايه عن بابا وجون جاتا؟ تيز ايه؟ لا قولوا معايا ساكت مع بعض. تيز ايه؟ لور بار اوف ذا برين ستيم. تمام؟ اكستنت من جاست بيلو فروم مره للور بوردر اوف بون. طول ده قد ايه؟ 3 سم. الجزء اللي تحت رفيع عليه عشان الفرم المجرى وبعد كده بقت عريضه. باي مي فورم شيب. لور نرف وايت اباف. الكلام ده مش صح. صح؟ اوكي. ادي المظله بمكانها بالاكستنشن بكل الكلام ده كله. هناخد سيكشن فيها عشان هي متقسمه للضمه. متقسمه لحاجه اسمها اوبن وكلوز للضمه. فين هنا المظله؟ ادي المظله كلهم جاهز. اما ده مين؟ بونز. مين؟ ميد برين. الميد برين لو ببص له من قدام الاقي فيه كتلتين بيجعلوا مع بعض وبيحوطوا لي فصه اسمها انتر دامبلر فصه. هنشوف الانتر دامبلر فصه دي لان ليه عليها كلام. ضله بونز ميد برين كل ده تبع الاكستنشن. اخدت السكشن يا دكتور لقيت ايه بقى؟ يقول لي فين المظله اللي جنبها؟ اهي يا دكتور. طب ايه الكابيتال جوه المظله؟ يقول لي مور هاف سنترال كلام زيه زي اسمها الكوت. فاللي هو صف المظله دي بتصير هول. لكن الابر هاف مش بتصير هول للمظله في بدايته حاجه اسمها فورس فيلم. عشان كده بنقسم المظله لور هاف اسمها ايه؟ اللي فيها السنترال كلام اسمها ايه يا جماعه؟ كلوز مظله. والابر هاف اللي مشارك في الفورس فيلم اللي اسمه ايه؟ اوبن مظله. يبقى اجزاء المظله ده الجزء الثاني اللي احنا قلناه ده برضه بونز والميتري. البونز الكابتن بتاعته في الفورس فيلم كلها. يعني البونز مش متقسم نصين زي المظله لور هاف وابر هاف. البونز مشارك في الحته الفاضيه دي اللي اسمها فورس فيلم. في حين الميتري جواه انبوبه اسمها الاكويدكت اوف سيليس. اكويدكت اوف ميتري او الاكويدكت اوف سيليس. ده منظر ثاني. ده ميدبرين، ده بونز، ده مظله بس منظر خلفي. هنا المظله من اول هنا لغايه هنا كلوز. بعد بقيه المظله الحته دي مشتت في الحته المفتوحه دي يبقى اوبن. لغايه خطوط العرض. في الباك في خطوط العرض تفصل الباك بتاع المظله عن الباك اوف بونز. من قدام باينين الفرق بينهم. المظله وبونز من قدام يا جماعه باين الفرق بينهم. لكن في ظهرهم يقول لي الفرق بين المظله والبونز في خطوط العرض تظهر في الفلور بتاع فورس فيلد اللي اسمها سترايب ده اللاتس. شوفها في الفلور بتاعت الاوضه دي. الاوضه دي مين؟ فورس فيلد. كلوز اوفر المظله. وده الباك بتاع بونز فورس فيلد. اكسترنال فيتشرز المظله وبلونجاتا بنراجع مع بعض. كان يبقى ذات المظله ممكن يجي سؤال كده. اكسترنال فيتشرز المظله وبلونجاتا اول كده. لور باك سترينج كده. اكستنشن من فين لفين؟ طولها قد ايه؟ كام بات؟ لور هاف كلوز ابر هاف اوبن لان هي بتشارك في فورس فيلم. طب ايه الاكستندد فيتشرز؟ يقول لي دكتور جوه المظله حاجات في قلب المظله في حاجات على السطح. الحاجات اللي جوه المظله ناحيه السطح ورفعت السطح بتعمل بلش اليفيشنز. يا ترى ايه الحاجات دي اللي قريبه من سطح المظله وعمليه اليفيشنز؟ انا بص على البرين ستيم من قدام ده مظله وده ايه؟ هوز. بصوا الميد برين. الميد برين اصله داخل على تو هيمسفيرز سيريبرال سفير فالفايبرز اللي فيه بتتبع على بعضها فيعمل تو بدانكلز وفي فصه تيك ترسم بينهم اسمها انت بدانكل ايه فصه اللي يطلع لسه هم كانوا بيساعدوني يقولوا لي معاها لما ابص على المظله اللي قدامي انتيرو اسد المظله ليه فيشر اسميه فيشر احنا بنذاكر مع بعض انتيرو ميديان فيشر هو انت كيف شغال ولا انت اللي جريت ولا انا اللي انتيرو ميديان فيشر عارف كل العرض ده؟ طيب الانتيرو ميديا فيشر ايه اللي عامل يقول لي علشان على جانبيه في حتتين عاليين البيراميدال تراكت هو نازل رفع سطح المظله على جانبي الفيشر ده ما الفيشر ده اتعمل ليه؟ يا اما حفرت انا مش هحفر في المظله يا اما على الجنبين من الفيشر ده في حاجه عليت والحاجه اللي عليت دي بيراميدال تراكت هو نازل قريب من السطح فيقول لي يبقى البلج اللي على جانبي الفيشر اسمها ايه؟ بيرد والفيشر في اللور اند بتاعه مكفول لان لقوا 85% من الفايبرز كروس ذا اوبزيت سايد جوه الفيشر ده فاتقفل. يقول لي ذا لور اند اوف ذا فيشر از بلوكت ديو تو مسج ده حاجه اسمها موتور ديكاستيشن. ايه الموتور ديكاستيشن دي؟ 85% من البيراميدال تراكت يمين وشمال بيعدوا مكان بعض بيكسوا مكان بعض وده بتعرفها لما يبقى في اصابه يمين المشكله تبقى شمال في جسم الانسان في عضلات الناحيه الشمال. ايه كمان يا دكتور؟ لاترال للابر بارت اوف ذا بيراميد في بلج تاني. في نيوكليس اسمها انفيرو اوليفري نيوكليس عملت اوليف. تمام؟ اوليف زي الزيتون. الاوليف دي يا جماعه بلج تاني بس مش بطول البيراميد؟ لا مش بطول البيراميد. لاترال للابر هارت. طب يا دكتور
لما اثنين بلجز بيراميد تقابلهم فيشر مش وارد جدا ان يبقى بين الاوليف والبيراميد لان دول تو بلجز يبقى في فيشر تاني بس بنسميه انترولاترال سالكس بنسميه انترولاترال ايه؟ سالكس وده بيطلع من نيرف واحد اسمه 12 رقم 12 اللي هو الهايبو بلوسال نيرف اتاتشن في الانترولاترال سالكس اللي هو ده بوسترولاترال للاوليف يعني من 12 اهو الاصفر ده يا جماعه يقول لي في حزمه من النيرفز طلع من بوسترولاترال اسبت يعني باك ولاترال والحزمه اللي طالعه فوق وكل ما تطلع فوق تبعد عن بعضها توسع مكان بينهم ورا انها بوسترولاترال وبعد كده ترجع لورا ايه دول؟ يقول لي دي حاجه اسمها انفيريور سيريبيلا بدقن ودي حزمه فايبر جواها افرنت 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 رايح للسيريبيلا وافرنت راجع من السيريبيلا من الضلمه بس مش عايز اعرف جواها مين عايز اعرف بس نوع الفايبرز افرنت وافرنت الانفيريور سيريبيلر دقن يا جماعه بيطلع ابور وهو بيطلع ابور بيبعد عن زميله عشان هيوسع مكان اسمه فورس فنتكل فلما اجي للفورس فنتكل واحنا بنقول الباوندريز هتقول انفيريور سيريبيلر دقن طيب هو طبعا من بوست رادر الاسبكت لو دي مضلم هنا فيشر بيرن اوليف يبقى من هنا من الجنبين دول البدانك دول يا جماعه بيطلع ابورد دايفرجن بعيد عن بعض ابورد ولاترالي لغايه ما يوصلوا الليفل اوف سيريبيلا من وراهم باكورد يدخلوا السيريبيلا منين باكورد يبقى ابورد ولاترالي زين باكورد اسمهم ايه دول؟ نقرا كده مع بعض انفيريور سيريبيلا دانك بولج تاني يبقى في سالكس بينه وبين الاوليف اسمه بوست رادر سالكس وده بيطلع منه النيرفز التاليه 9 و10 و11 9 و10 و11 بيطلعوا من بوست ولاترال سالكس اوف ذا طب بص كده على الصوره دي قولوا السهم اللي هيطلع منه كل ما تقولوا معايا كل ما يجي بالسرعه اللي بعدها ويتخلص بسرعه انتيرو ميديال فيشن ها ايه ده؟ بيرنت طب الانتيرو ميديال فيشن مش باين هنا ليه مدخول هنا؟ بوتر دي كاستيشن برافو عليك طب لاترال النمبر هاف سبيرن ايه دول اسمها ايه؟ ولد ولد بينها وبين البيرن سكس اسمه ايه سكس اللي بيحصل؟ اه لاترال سكس فيها نيرف رقم 12 ورا الاوليف في بدانكنز طالعين رايحين السيرفيلا اسمهم ايه؟ الفيرو سيرفيلا بدانكنز بينها وبين الاوليف انذر سكس موست لاترال فبيطلع من النيرف 3 نيرف 9 10 9 10 لو خدتوا بالكم النيرف دي لما خدناها في الهنا النيك كان في نيرف بيعدي الكره من واحده وثلاثه الكره من واحده كان الهايبر بلس اللي طلع من السكس لوحده ده بيعدي الكره الخاصه دي و9 و10 و11 بيعدي الكره من تاني تمام؟ ادي 11 9 و10 3 من رايحين من بوست ده اوكي نلف البرين ستيم هنبص على الباك في الباك لو شفت السيريفيلا تقدر تشوف المظله متقسمه لور هاف ليها سي او ابر هاف مفتوح لور هاف اسمه كلوز بلاك ابر هاف اسمه غير مضم طب مين شاطر يفكرني الحاجات اللي انتوا عارفينها هتعرفوا تفكروني مين. اولا الدكتور يقول لي فين اخر المضاره من الباك؟ احنا مش شايفينها من قدام باينه قوي جوه البورد والبورد. لكن من الباك ايه العلامه؟ يقول لي العلامه بتاعتك فايبرز ماشيه بعرض تقسم الفلور بتاع فورس بنت كده نصين مضاره بارز مونتاين بارز. مالك فايبرز سترايا ذا لينس سترايا ذا لينس. طيب الدكتور تحت الفايبرز دي تبان المضاره نصين لور هاف اسمها كلوز المضاره وابر هاف اوبن المضاره. طب الكلوز المضاره فيها ايه؟ يقول لي فيها سركس في النص اسمه بوستيريور ميديان سركس هتطلع عمق من الفشل كمان لان اللي حواليه اصغر حاجه بيرمي طب ايه اللي على جنبيه السركس اللي ورا ده في عندنا تراك في اخر التوبيكل ها مين يقول لي ده مين؟ جراسين تراك والتوبيكل راسه من فوق راوند كده اسمها جراسين توبيكل ولا تراك كيميت تراك والتوبيكل بتاعته كيميت توبيكل امال ايه دول؟ دول فاكر الفيروس اللي بره الضغط اللي كان طلع من بوست لاترال اسبكت اقدر اشوفهم من قدام من ورا لانهم طالعين من لاترال اسبكت وهنا ابتديت اشوف الكورس بتاعهم احسن يقول لي الفيروس اللي بره الضغط طالعين افضل لاترال وهي مقطوعين مقطوعين عند الحته اللي كانوا راجعين فيها لورا لان انا من هنا شايل مين؟ وانا بص على الباك اوف ذا برين ستيم المفروض انا عارف ان من ورا في سيربيلا ما كنتش اشوف اي حاجه من الباك غير لو شفت السيربيلا فلما شفت السيربيلا قطعت الانفيريور سيربيلا الضغط وقدرت اشوف الفلور بتاع فورس طيب يبقى ده الانتيريور ايه سيرفر الابر هاف باك مضاده اسمها اوبن مضاده فيها ايه؟ انا نشوف مع بعض عشان ده يريحني قوي في الفورس بنت يقول لي في سانكس في الوسط بيقسم الفلور ده نصين زي بعض طب اسميه بوستيريور ميديا سانكس لو انا سميته كده الناس بتفتكر ان ده كمالته ده لا اللي في الفلور ده مش كمالته اللي في اللور هاف
ميديان لوكوزيدونال سالكس. طب ليه ما قلتش بوستيريور؟ عشان مفيش سالكس امامي مثلا في المضاد هنا، وان فيشر انتيرو ميديان فيشر خلاص، لكن ده اسمه ميديان لوكوزيدونال سالكس. طب وبعدين يا دكتور؟ يقول لي على جنبي السالكس ده في الباك بتاع جوه المضاد في ثلاثه نيوكلياي قريبين قوي من الصف وعاملين ديفيشنز. الثلاثه نيوكلياي دول من مين؟ من اللاترال كوميديان رقم 8 رقم 10 رقم 12 زود 2 رقم 8 فيستيبيولا رقم 10 فيجا رقم 12 هايبوباسيت. بس الثلاثه مش واقفين على نفس الليفل. لو كانوا واقفين على نفس الليفل كانت راسعه رقم 11 منهم. النيوكليس الوسطانيه بتاعت الفيجاس نزلت تحت شويه واللي على الجناب قربوا من بعض لما دي سقطت، فبقى في جروف بينهم عامل زي حافه 8، والجروف ده بيسموه انفيرو فوبيا. يبقى اول حاجه نشوفها على الباب بتاع الام المضاد على جنبي السالكس ده في حاجه اسمها انفيرو فوبيا. شكلها ايه يا جماعه؟ اقول 8 واقول انفيرت في، والانفيرت في دي تفصل سيري اليفيشنز عن بعض. السيري اليفيشنز دول فروم ميديان شايفين رقم 12 ده؟ هاي بص الترايبول ده معمول في هاي بص النيوكليس. طب بيلو ده انفيرو فوبيا كودا ليها فيجا ترايبول شايفينه؟ اهو رقم 10 ده معمول في نيوكليس اسمها دور ثانيه نيوكليس اوف فيكس. واخيرا نص لاترال مش ترايبول ده بيسموه فيستيبلر ايمنس، لان ده حاجه بيضاويه بالشكل اللبني ده، حاجه بيضاويه ما ينفعش تشوف عليه ترايبول، لان الفيستيبلر نيوكليس اربعه موجودين فوق وتحت الاسترايب، فمشتركين في الباك في ضلم والباك في ايه؟ بوكس. تمام؟ هنا مجرد بس اوريكم المكان ده البوستيرو ميديان سالكس، هنا اكيد الجراسين براك وتوبريكل والكريين براك وتوبريكل، وبعد كده الفلور بتاع الكورس فينتكل شفناه في الرسمه اللي فاتت. بوز هنا صفصف فيه يقول معايا لو جالي سؤال اكستند فيتشرز اوف بوز قول ايه؟ صفصف سايت يقول لي بوز سايت سايت تز ذا ميدل بارت اوف ذا برين ستيك اكستنشن من اول مره بتطلع من كويس. انا طول عمري بعلمكم ثبتوا طريقه الكلام عشان ما اقعدش افكر اقول ايه لما يقول لي اكسنتش في طريقه كلام. اوكي في ايتمز اربعه. طب طوله دي من سطر ونص. طب مين الكافيتي ريليتد؟ فورس فينتكل بس ولا في سنتر كمان تمام؟ ما فيش. المضله اتقسمت لور هاف كلوز والابر هاف اوبن عشان اللور هاف في سنتر كمان والابر هاف شارك في فورس فينتكل. فالباك بتاع الابر هاف مضله بس هيعمل جزء من الفلور، والباك بتاع كل البونز هيعمل بقيه الفلور بتاع الفورس فينتكل. يبقى البونز ما فيهوش كنانس كله بيشارك في الفورس فينتكل. طب كده هسميه اوبن بونز؟ ما ينفعش ما فيش كلوز. طب ايه اجزاءه؟ يقول لي البونز متقسم مش فوق بعض، جزء امامي جزء خلفي. الجزء الامامي نايم على بازل ارباك او بيز اوف ذا سكال بيقولوا عليه بازل ارباك. حتى الارتي اللي ماشي في الوسط سموه بازل ارتي. تمام؟ فالبونز نايم على مين يا جماعه؟ انتوا فاكرين الكليبس اللي كانت معموله بالبازل ارباك في الكربون؟ البونز نايم عليه. فيسموا سطح الجزء الامامي من بونز بازل ارباك. وده تكمنتال بارت. اوكي؟ فلما اجي اوصف البونز يقول لك الانتيرو اسبكت بتوصف الانتيرو اسبكت بتاع البازل ارباك. ولما اجي على الباك في فلور فورس بنت بتوصف الباك بتاع التكمنتال. وهم الاثنين لازمين في بعض. يبقى انا عندي تو بارتس وما اعتمدناش على الكيرف عشان نقسمهم، اعتمدنا على الكونتنس اللي مش عارف الانترنال ستراكشرز. فالمكون بتاع ده غير المكون بتاعه. مش مهم مين هنا ومين هنا، المهم ان انا ايه في تو بارتس قدام بعض. يبقى الباص بتاعت البون انتيرو بارت وبوستيرو بارت. لو انت مش قادر تقول لي بازل تكمنت فوق تقول انتيرو بعد كده نبص على البونز اللي قدام وقولوا لي ايه اللي فيه. نقول لكم شطار وهنقول الرسم اهو. يلا يا جماعه فين البونز؟ اهو ادي البونز بين البارت برين ستيم. انت شايف ايه دلوقتي؟ انتيرو سيرفس. طب الانتيرو سيرفس بونز في ايه؟ جهزوا نفسكم عشان نوصف دلوقتي. اه انتوا مجهزين عشان تعالى العمل اللي فات. مين السيرفس الخاص ده؟ بازلر جروف بازلر سيرفس في ارتي بازلر ارتي. ما دام في سيرفس يبقى في بالجز والتو بالجز اللي على الجنبين مارتي باي ترانسفيرس فايبرز. والترانسفيرس فايبرز دي ماشيه قريب قوي من السطح لدرجه انها اترسمت على سطح البونز. ترانسفيرس فايبرز اصلا معموله بالفايبر الوحيده اللي هتخش في الدنكل اللي بين البونز والسيربيلا. يا ترى مين الدنكل اللي بين البونز والسيربيلا؟ المضله بعتت لي انتيرو سيربيلا للدنكل، يبقى البونز يبعت ايه؟ ميدل. طيب تعالى بقى بص معايا. يقول لي انت عارف البونز كانت بتشرح بين سطح النص؟ لاترالي الارتفاع ده يجي لي مره ويعمل حسبه من نفسه.
اسمها ميدل سيربيلر بانك. والميدل سيربيلر بانك دي فيها قفل بس. اوكي؟ ممكن يجي لي سؤال كده اسكيو وانا مذكرهم كلهم اسمهم ايه قفل الفايبر؟ ميدل سيربيلر. القفل دي طالع من البونز رايح على السيربيلر. فاهمين معايا؟ يبقى لاترال ايه؟ ميدل سيربيلر بانك. مين يتوقع ماشي ازاي؟ الباص ابر الباص داون ولا باك ورد على طول؟ باك ورد على طول. لاترال خلي بالك من الكلمه دي لاترال للانفيريور والسوبيريور سيربيلر دانكن وبالتالي لا يشارك في الباوندريز اوف فورس لانه لاترال ليهم اللي هيقسموا البرواز بتاع فورس دانكن هم الانفيريور والسوبيريور الميدل لاترال ليهم بره اوكي يبقى الميدل سيربيلر دانكن اوتسايد الباوندريز اوف فورس دانكن هنشوف الرسمه دلوقتي شفت الانفيريور سيرفس اوف فورس مين يقول في الميدل فيش عالي في اللاترال ضيق عشان عمل الباوندريز بتاعه مين نفس الطوط اللي بتطلع من البونز من الثاني؟ ده مين ده بين السيربيلر ده شفتوه؟ يقول لي بين البونز وبين البيراميد في نرف وناحيه الابر مارش البونز بين البازل الفار والبدنك بتاعه في نرف وعند الانجل دي بيلو ذا ميدل سيربيلر دانك وبينها وبين المظله في انجل هنا اسمها بونتو سيربيلر انجل بونتو سيربيلر انجل بيلو ايه؟ تحت الميدل سيربيلر دانك بينها وبين المظله في الزاويه دي في تو نيرفز يبقى هنسمع كام نيرف؟ اربعه فاكرين المظله كان فيها اربعه؟ فاكرين انترو لاترال سيربس طلع النيرف رقم كام؟ 12 في البوست لاترال 9 10 جينا في البونز لقينا اربعه برضه طب ما توزعهم يا دكتور يظهر ان هم رقم خمسه وسته وسبعه وثمانيه فين خمسه؟ اللي هو اضخم نيرف اعرض نيرف ذا سيكست نيرف اوف ذا كرانيال اهو ده خمسه طلع بكام روت؟ اثنين لارج سنسوري سمول موت منين يا دكتور؟ يقول لي من الانتيرو سيرفس اوف بونز نير الابر مارشن ولا اللور؟ الرسم يا جماعه يا ريتكم اتعلمتوا انكم تذاكروا الرسومات انا قلتها كذا مره عودوا نفسكم مره نفسكم الرسم تقعد معانا فتره اطول فالنرف ده مهما قريت مكتوب هفضل برضه ما افتكرش بسهوله واعمل مجهود اكتر عشان احفظه لكن بص على الصوره اهو ده تراجينا رقم خمسه طلع منين؟ بص على الصوره كده والصفر من الجنكشن بين البونز والدرانك بتاعه نير الابر مارشن ولا اللور؟ الابر مارشن طب مين يقول لي ده رقم كام؟ ست ابيوسن طلع من ايه؟ بين ايه وايه؟ بين البونز والبيرد بين البونز والبيرد ايه اللي تحت ده؟ بيرد صح؟ جميل نيجي بقى للزاويه اللي هي تحت بين السيربيتر بتاعتي بينها وبين المضاف تو نيرفز رقم كام وكام؟ رقم ايه؟ سبعه وثمانيه سبعه اللي هو الفيشر وثمانيه اسمه ستيبلو فوبلر او ديكري نيرف دي كذا اوكي؟ الاربعه نيرفز طالعين من الانتيرو اسفل في اربعه طلعوا من الانتيرو اسفل مضاده واربعه طلعوا من الانتيرو اسفل في البونز نيجي للميد برين واحد من ده طلع من ورا واللي طلع من الباك في الميد برين ده بولي كرينيال نيرف اللي بيطلع من الباك اوف ذا برين ستيم كان اسمه تروبيا بتاع الاربعه اتفقنا؟ طب البونز كده خلص ولا لا؟ لفهولي لان دي باك انت قلت لي ان قدام عامل ايه؟ بعدي من قدام ايه؟ ضغط فيه تعالى بص السيرجيكال سيكشن ده كل ما نبص على صور نتعرف عليها كل ما نستفاد مين دي؟ مضاده مين ده؟ بونز ايه اللي ورا البونز؟ سيربيلر ورا البونز ورا البونز والقوم المدوره في حاجه اسمها سيربيلر مش لازم في الباك بتاعته ده في اوضه بنت فورس 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 جميل جدا ولقيت يا دكتور برنس دي مش واقف كده مايل زي الكليفس ما هي مايله فيبقى الباك اوف بونز والباك اوف قوم المدوره فلور اوف فورس بنت لو كان واقف كده كان يبقى انتيرو لكن هو مايل تمام والسيربيلم فيه كده وفي ميمبرينز بينهم اسمها بينا بنعرفها دلوقتي فعشان كده الباك اوف بونز والباك اوف مضله في الفلور كده يبقى الباك اوف بونز كله في الفورس عظيم طب الفورس بيت دي وصفات عن طريق الاكو داكت اوف ذا ميمبرين في حاجه هنا اسمها دايكيفالون ليها كابيتي اسمها السيرد ايه بيت يبقى الفورس بيت كونتينوس مع السيرد بيت عن طريق انبوبه معديه في الميمبرين اسمها الاكو داكت اوف ذا ميمبرين هنا عاملين ايه؟ حاطين السيربيلر فاتحينه فاتحين الروف شفت الباك اوف بونز شفت الباك فوق المضله والدليل ان في فايبرز العرض بينهم بتقول لي ان ده بونز طبعا اسمها ايه؟ ده الباك اوف بونز الباك اوف بونز يا جماعه يقول لي في نفس الكابين الميديا اللي بدون الاسابس اللي ما سمعتهاش بوستيريور اللي كانت مكمله في المضله ميديا اللي بدون الاسابس يحكي في بونز مش عاجبه طب مين هم؟ يقول لي البلش هنا اسمه ميديا ليمتس
والنوع الاند اوف ميديال ايفيدنس في البونز عامل كوره. الكوره دي اسمها فيشل كوليبس. مين اللي رفع فيشل كوليبس؟ اكيد فيشل نيوكليس اللي في الكلاس. ابيوز النيوكليس حواليها فايبرز من مين؟ الفيشل. يبقى مين اللي عصب الفايبرز بتاعت الفيشل ايه؟ لاترال للفيشل كوليبس في ايفيدنس كانت بادئه معايا من تحت وبتعمل من فوق. اسمه ايه الايفيدنس ده؟ فيستيبلر ايه؟ ايفيدنس. فيستيبلر ايفيدنس مقسوم بالاسترايا على فكره. لانه موجود فوق تحت. كل ده ينفع. بين السوبير كوليكس والفيستيبلر ايفيدنس في انا مثلا ديبريشن، لان انت لما تعمل لي كوليكس وايفيدنس ما في بينهم ديبريشن. الديبريشن اللي تحت كان عامل البيرف في فيو فوبيا. لكن الديبريشن اللي فوق موجود على المارش بتاع الفيشل كوليكس وعامل زي اللاب. كريسنتك سوبير فوبيا. كريسنتك سوبير فوبيا. فلو شلت عندك ده فيشل كوليكس كده وهنا فيشل كوليكلاس هتلاقي المارجن ده مدور بتاع الكوليكلاس عليه جروف مدور زي الجروف ده مش كول اراوند الجروف ده على السايد بس ده عامل زي اللي مش رينج فيقول لي كريسنتيك سوبيريور فوبيا كريسنتيك سوبيريور فوبيا. طيب احنا شفنا الصوره اللي فاتت طبقها على اللي يطلع لسه هنقول ايه ده؟ ايه ده؟ يطلع لنا استرايا او استرايا مدلسه الاثنين صح يا جماعه مين ده؟ ايه دي الايمنس؟ ذاكر مع بعض. عشان الهدف ان احنا قاعدين ان هو مش نسمع بس، لا اسمعوا مني بقى نرتب مع بعض دول الفيدباك ان احنا نقدر نقول ده نقدر نسمع استفادوا باللي انتوا عملتوه جدا يبقى ده ميديا ايمنس. طب اللي هو ايه ده ميديا ايمنس في الباك بونز عامل كور اسمها ايه؟ فيشال تو ليجلس. طب لكن الفيشال تو ليجلس في ايمنس ممكن تلجح وتوجه التاني فوق اسمه ايه؟ وبين الاثنين في كريسنتيك سوبيريور ايه؟ فوبيا. ده سبب الفيشل كوليكس. مين اللي عمل الفيشل كوليكس ده في سيكشن كده في الكون؟ بيقول لك في نيوكلياس فايبر. مين النيوكلياس؟ ابيوسد وحواليها فايبر من مين؟ من الفيشل. فيشل فايبرز اراوند ابيوسد ايه؟ نيوكلياس. ميد برين. مين شاطر يقول لي البدايه؟ ميد برين موجود فين؟ مين هو الميد برين؟ ابر بارت برين ستيم. شورتس. طوبة ايه؟ 2 سم بس. موجود في حاجة تبع تنتوريوم، لو تفتكر تنتوريوم في الرباعية كان في نوتش. اسمه تنتوريوم نوتش، الميد برين موجود في الليفل ده. تمام؟ مركزين معايا؟ طب الكافيتي بتاع الميد برين ايه اللي جواه؟ فورسنج؟ هل بيشارك؟ ولا في اكولاكت؟ في اموبا اسمها اكولاكت اوف سيريس او اكولاكت اوف ميد برين. تمام؟ الاكولاكت دي يا جماعة التيشوز اللي وراها ليها اسم والتيشوز اللي قدامها ليها اسم فالميد برين بيتقسم جزئين قدام بعض زي البونز بالظبط انتيرو بارت وبوستيرو بارت تعالوا نشوف الكلام ده فين الميد برين عندنا اهو بارت ده البونز ده السيربيلر ده الفورس فينجر ايه الاكودكت ما امام الاكودكت الجزء ده اسمه سيربيلر بلانكن والجزء اللي ورا اسمه ايه؟ تيك تام طب انت تجيب مقارنه كده من البارس بتاعت الثلاثه الكاركترستيك مضبوط تاك الجزء اثنين فوق بعض لور هاف كلوز اوفر هاف اوبن طب البونز مين قدام بعض بس لا تجمد طب الميد برين قدام بعض سيريبر بلاك كيلو تيك توك مش اول مره اسمع الاسمين دول حد فاكر اسمها البلاد سبلاي مين ما حضرش البلاد سبلاي لما قلنا السنترال برانش بتاعت المستيرو سيريبر في شورت ميديا ولونج لاترال قارنا فاكرين الشورت ميديا كان بين الاستيرو بارت وسالمس اللونج لاترال الاستيرو بارت وسالمس الشورت ميديا بيت السيريبرال بلانك بتاع الميد برين اللونج لاتر اللي تيك تيك تاك بتاع الميد برين يلا نشوف مع بعض فوق الميد برين داين كيفر ده معناه ايه؟ ان الميد برين بين البونز والداين كيفر بين البونز والداين ايه؟ كيفر ناخد ترانسفيرس سكشن في الميد برين عشان نشوف اكسل لما قطعت الميد برين بالعرض في دايره في الوسط دايره مين؟ دي ناكو دارت يا دكتور لو خدت خط وهمي منها بالعرض يبقى قسمت الميد برين ثلاث ارباع ورا الربع اللي وراها اسمه تكتر الربع اللي وراها اسمه تكتر والثلاث ارباع اللي قدام اسمهم هم دول الباص مسمين برين تكتر وسيرفر دي بلاك اكسترنال فيتشرز اوف ذا مين برين ابص لقدام ومن الباك لما تبص من قدام اشوف السيرفر بلاك طبعا لان دول الانتيرو بار لما ابص من ورا اشوف مين التكتر طب من قدام الدكتور مين يقول لي ايه اللي يبان معايا في الانتيرو سيرفس اوف ذا ميد برين؟ يقول لي الفايبرز اللي طالعه من المضله البونز للميد برين ابتدت تبعد الحزمتين عشان رايحين السيريبرال فاصلين
الفيكتور سيرفر. الحسبتين دول رايحين السيريبرال، بنسميهم سيريبرال دانكن. خلي بالك في النط بقى بين السيريبرال دانكن دول اثنين بس، وبين السيريبيلر دانكن رايحين السيريبيلر. السيريبرال دانكن جزء من المدرين، مش خارجين من المدرين، جزء من قد ايه؟ انتيريو 3 كوادرانت. الثلاث ارباع الاماميين من ميد برين معمولين بالسيريبرال دانكن. طب اوصفهم؟ يقول لي السيريبرال دانكن زي ما احنا شايفين دايفرجن، شايفين الفص يمين وشمال، فبيوسعوا مكان بينهم. المكان اللي بينهم ده واصلين له بارت بتاع فصه اسمها انتر دانكرافس. عشان تكمل الفص دي يقول لي هيجي لي قدام اوبتيك تراكت، يقفل معايا فصه مهمه قوي اسمها انتر دانكر فص. بين السيريبرال دانكن بس واصلين له بارت، وهنا منطقه محرمه. ايه المنطقه المحرمه دي؟ واصلين له بربريت السبستانس وفي تو نيرفز خارجين. مين يعني السيريبرال دانكن يا جماعه؟ في تو نيرفز خارجين اسمهم كروموزوم. رقم كام الكروموزوم ده؟ رقم 3، لان انت خلصت لي 8 نيرفز، 4 من الضلمه، 4 من البونس، 2 من البرين، 2 من البرين اللي هو الثالث والرابع. الثالث اهو يطلع من الانتيرو اسبكت، والرابع هيجي منين؟ هيجي ليبرين. اوكي؟ يبقى الانتيرو سيرفيس اوف ذا برين شوينج تو سيريبرال دانجن، والبوستيرو بارت بتاعت انت الضلمه القصه فيها منطقه محرمه اسمها بوستيرو برين سبستنس، ونيرف خارج اسمه الرابع. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ كده. انت بتقول ده السيريبرال دانكن؟ مين الجانب ده؟ برجلومات. اتوقع ان انا في منطقه قرار اسمها ايه؟ بصير بريت السبس. مين شوت يقول لي ما النرف ده ايه؟ مين النرف اللي جاي يحضن السيريبرال دانكن؟ على فكره البرين ستيم طالع مش طالع كده، طالع كده. وكل ما اروح للنيت برين يبقى مور هوريزونتال. فالسيريبرال دانكن ماشيين كده. ويجي لهم اوبتيك تراكت باكورد ويقفلوا فص دايموند شيب تحت الهيز في السنترال بار اوف ذا بيس اسمها انتر دكتور فصه. مهم قوي لان حواليها الاستموس مهم قوي اسمه سيرفس اتريوزس حوالين هذه الانتر دكتور فصه. اوكي؟ بس تعالوا نشوف ادي البطل بونز يلا نروح ميد برين. دول مين؟ سيرفر دكتور ده البوستيرو بارت في انتر دكتور فصه جواها بوستيرو بربريتد سبستنس والنرف ده اسمه اوبيلومونت. طبعا في حاجات ثانيه ما بنعتبرهاش تبع الميمبرين، تبع الهايبوثالامس. عارفين الكورتين دول؟ اللي هو مكتوبين في الكتاب، في الكتاب كوربورا من ميلاريا، ماميلاري بولز للاسف، ماميلاري بولز اكتر. طب مين شاطر يقول لي ترتيب الدنيا كده من تحت لفوق؟ الحته اسمها ايه؟ روز ضلمه، الحته اسمها ايه؟ روز ضلمه، ده كده احنا مش شايفين الكور بتاع الفوسفيل سترايب ده دايس في الباك اوف بولز وده الباك بتاع مين؟ اوف ميد برين اللي هو اكشولي الباك بتاع التكنيك. والباك اوف ميد برين في ست حاجات، كورتين وكورتين وبانكس. الكورتين اللي فوق اسمهم سوبيريو كوليكولاي. سوبيريو كوليكولاس ده متوصل للبودي اسمه لاترال جينيتيك بودي، جزء من الماسكولو فيشن. السوبيريو كوليكولاس ده جواه نيوكلياس مسؤوله عن ريفلكس اسمه فيشن ريفلكس. فمثلا لو انا عملت كده غمضت عليها ليه؟ هو انا معقول هاجم عليها حد كان يجي مخه من الاضرار ما بتموتش معنى ليه؟ هي ما صدقتش، ما صدقتش ان في حاجه جايه عليها فتروح عامله كده زي ضوء جامد راح عامل كده. او ايمان ان حاجه بترمي غير ان انا بحدف راسي كده ان انا بغمض عليها. السنتر ده اسمه سوبير كوليكولاس متوصل بالفيجوال باس واي، فالفيجوال باس واي بيقول له في حاجه جايه عليك. مش هيفكر، مش هيقول الحاجه اللي جايه عليا دي ممكن تكون طوبه، تبقى حديد، تبقى ورق، ممكن يبقى خيال بالهيالي. تمام؟ مش هيقول كل ده. لا ده هو هيعمل كمان اللي طلعت ورق. يعني تفاداها وبقى بص، يعني في حاجات مش كتير، مش كل حاجه. التفكير فيها مضر. لو انا فكرت وشغلت مخي واقول ايه اللي جاي ده؟ واستنيته لما يجي لي ويخبطني طلع حديد. لا الريفلكس ان انا ايه؟ ابعد عن الفورم بودي اللي جاي. طب يحصل ازاي ده؟ يقول لي في ظهر 100 برين يا دكتور. شايفين السوبر كوليكلاس؟ متوصله للبودي ده بالمرتب اسمه لاترال ال جي بي. ال جي بي ده جزء من الباسبور اوف فيجن. فالسوبيرو كوليكلاس شاف الصوره اللي جايه عليا. طب ايه يعني؟ يقول لي السوبيرو كوليكلاس دي بقى تبعت اشارات لعضلات الرقبه عشان اعمل بس تمام؟ فيبقى في ريفلكس وبعدت عن الخطا. طب ايه السوبيرو كوليكلاس؟ طب الانفيريور؟ يقول لي الانفيريور كوليكلاس بقى متوصله لبودي تاني اسمه ميديال جينيك البودي. ميديال جينيك البودي تبع الفيجن. ميديال جينيك البودي تبع هيرنج. هيرنج، برافو عليك. لان ممكن قوي وانت قاعد تسمع حاجه اتكسرت.
ممكن قوي وانت بتعدي الشارع تسمع فرمان العربيه تجري. ما ينفعش وانت بتعدي الشارع تقول اقف العربيه بفرمان. انا في نص الشارع. ممكن العربيه بفرمان تجي لي وتخبطني. لا انا اجري وبعدين ابص كده للناس. صح؟ اللي هي الواحد اللي بيتخبط. عارفين بخ؟ عارفين بخ دي كلمه قبطيه قديمه يعني عفريت. لما واحد يقول لواحد بخ يعني يقول عفريت. معلومه باي ذا واي كده اهو. المهم الريفليكس بتاع الصوت. الله يكرمك. لما حد يخبط حد او تسمع صوت فرمانة عربية ريفليكس ان انا اجري لان في سنتر تاني اسمه ايه؟ الفيرو تريبلس متوصل بالميديا جينيك بودي معلومه من المستقبل. ميديا جينيك بودي ثلاثة جينيك بودي على بعض اسمهم ميتا سارت. اسمهم ايه؟ جزء من عيلة الدايت هيفرون. بيقول زي الفيرو تريبلس يا جماعة شايفين دول؟ مين دول؟ From the back of mid brain. Below the inferior cortex. اسمهم ايه توب دانكس دول؟ سوبيريور سيربيلر دانك. حد يقول لي ماشيين ازاي عشان السيربيلر؟ لازم لان السيربيلر مستوى تحت. داونور لاترن. يوسعوا بينهم ليه؟ يقول عشان يفتحوا مكان اسمه فورس بنت اللي هو زوج جسم. الفترة بتاعت البلاد سبلاي لما انا قلت اقول في اخر 10 دقايق فورس بنت حسيت وانا بقول ان دانكنز ان في ناس مش قليلين في دانكنز واحنا فين؟ لان اولا الرسمه ما شفهاش قبل تمام؟ لان ناسيين عشان كده بقول تدخل جيم فيلد في الصحيح. طب ليه انا بقول الدنيا نمبر منها مراجعه لحاجات مهمه اكسترنال فيتشرز لاي واحد من ده سؤال ومنها بقى جاهز نفسي عشان اقول الباوندرز والفلور بتاع فورس فيلد خلص هيبقى فاضل في الروف فهمتوا؟ اللي هو ان ابني بيلدنج اب ما بحبش ادخل على الحته على بعضها. البلاد سبلاي مش مرتبط قوي بالاحداث حتى لما لقيت في احداث مرتبطه بيه في اول محاضره اللي افتكر عملت ايه؟ حطيت صور للحاجات اللي هستعملها في المحاضره زي السلكاي اللي مش نافيه زي الكوربس كالوزم اللي هياخد بلاد سبلاي من حاجه زي السيلكم بلوسلم اللي هياخد بلاد سبلاي. المهم نرجع ليه؟ ده السوبيروس البيلر دارك ايه حكايته؟ طلع منين؟ إيه؟ الانفيرو بلانك طلع من بوست لاترال سيرفس مضاد صح؟ وطلع عضو من اللاترال زي باكورد. الميدل بلانك طلع من اللاترال اسبت بونز ورجع باكورد بس وطلع باكورد هنا لاتر اللقاء بين الاثنين دول فده يشارك الدارنس عشان في ناس كتير سالتني بعد المحاضره هو الميتك دانك ليه ما بيشاركش في الموازي بتاع فورس فيلد لانه وراه يمشي هيبقى المفروض في حته بالظبط الميتك هنا وهنا بره الموازي مش باينه في الصوره قوي هنا لكن هنا الميتك يا جماعه مور لاتر بالكلام ده لا لو اقول ايه اللي باين مين دي؟ يطلع من الباك ويمشي قدام على اللاترال سايد اوف ذا ميد برين مع بعض الحاجات اللي بتمشي على اللاترال سايد اوف ذا ميد برين واحد منهم النرف ده اللي اسمه ايه؟ رافع نرف هنعرف بعدين ايه الثاني ايه ده؟ منظر تاني كاني لفيت الميد برين شويه كده بص مع مين دي؟ شايفين السوبر كوليكاس في بريكر توصيله بينها وبين باك ايه ده؟ اللاترال جيجا لا لا ترجيت بوت والانفيريور ميديا ميديا عارف تقول ايه لا ترجيت ميديا لان دي مور اللي فوق مور ايه لا طب مين شاطر يقول لي التراك اللي جاي لا ترجيت بوت اسمه اوبتيك تراك ده جزء من الباس واي اوف ذا فيشن بس صعب قوي انك تعرف ايه ده ده البوستيريور اند بتاع حاجه فوق الميد برين فوق الميد برين عندي عيله اسمها داين كيفر من اكبرهم سارس فده البوستيريور اند بتاع السارس يقول لي كده الميد برين كده هو والسارس فوقيه اوفر هانجنج يعني اوفر هانجنج اللينس بتاع السلامس قدام لورا اكتر من طول او من اللينس بتاع الميد برين قدام لورا فتلاقي السلامس اكتر من قدام واكتر من ورا شوف البرومنت ازاي ورا الميد برين يبقى ده البروفايلر بارت في الباك اوف ذا طب مين شاطر يقول لي بقى ايه الاستراكشرز اللي ماشيه على اللاترال سيرفس ذا ميد برين قبل ما اقول الاستراكشرز دي الميد برين لما شفناه من قدام كان فيه اثنين بيدمبس فاكرهم؟ اسمهم ايه؟ سيرفر هما اللي بيعملوا ثلاث ارباع الميد برين طب يبعدوا عن بعض عشان يعملوا بينهم فصه اسمها ايه الفصه دي؟ مين اللي بياكل معايا الفصه دي من قدام؟ هو بتكرهني صح؟ طيب لما بصينا على الباك اوف برين ما ننساش ان قدام كمان غير الدنك في نرف طالع اسمه كيلو ووتر لما بصينا على الباك لقينا فيه كام كوره؟ اربعه يبقى الفيتشرز بتاعت الباك سوبيريو كوليكولا
وانفيريو كريتولاي وخروج بدنكن اسمها سوبيريور سيربيلا دنكن وفي نيرف رونج. فاضل بقى بيت قدام ورا الجزء الوحيد من برين ستيم اللي هقوله لك مين برين نضال اقول قدام ورا مش كده البونز قدام ورا صح. بص مين برين بقى ايه الاستراكشرز اللي عايز تمشي على السايد على اللاترال سيرفيس محاضره البلاصه بره ففي بس الارتر في اخر كان بين اتنين ارترز كان بينهم الاوبروموتر كان مين الاثنين في اخر بازل واحد اسمه سوبيرو سيربيلا واحد اسمه سيرو سيربرا الاثنين عايزين يرجعوا ورا يبقى تو ارترز معايا اسمهم ايه يقول لي ادي مثلا الارتر اهو مفيش كتير رجعين ورا واحد الاور تيبس اوف سيربيلا وواحد اسمه سيرو بارت اوف سيربيلا يعني البازل مين ده يا جماعه مين الارتر ده اسمه ايه فوق سيربيلا اسمه سوبيرو سيربيلا ارتري مضطر يمشي على الاخر سيرفس بيبريك اوكي مين الارتر الثاني ده بوستيريور سيربرال ارتري مين اللي بيقدر يجي من الباك وهيمشي من التو ارتريز دول؟ ها؟ انتيريور اللي جاي من الباك اللي جاي من الباك الرابيا نرجع للاوكلوموتر اللي قدام هنا الاوكلوموتر مش عايز يمشي على لاترال سيرفس من برين اللي رايح على طول قدام لكن اللي جاي من الباك في البرين عايز يروح للاي هيمشي على لاترال سيرفس اوف ذا برين يبقى ده ترابيا مين البين اللي كان بيتكون ورا وماشي لقدام على لاترال سيرفس اوف ذا برين تحت البيز اوف ذا برين بيزر فين؟ طب مين النيرف اللي ماشي على اللاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرال دانكر وعلى البرين يعني عشان يقفل معاه فصه اسمها انتر دانكر فصه ده الاوبتيك اوبتيك ايه اللي جاي من قدام يحوط او يهضم السيريبرال ايه دانكر كده خلصنا البرين ستيم كراني نيرف احنا قلناها قبل كده مش بسرعه البرين ستيم واقف كده فيرتيكال ولا مايل واكتر واحد مايل فيهم هوريزونتال هو الميد برين فالسيربرال دانك اللي طالعين بتوع الانتيرو سيرف بتاعه مور ليس هوريزونتال طب دول عاملين كده بيجي لهم من قدام حاجه اسمها اوبت تراك عشان ناخد فص اسمها ايه؟ انت بتاخد فص مهم وانتوا عارفينها كويس قوي فتقولوا لي ان الفصه دي موجوده في السنترال بار ذا بيز اوف ذا برين شكلها دايموند باوندريز ركزي معايا يلا مع بعض انا مش عارف انيميشن عشان تقولوها معايا انترو لاترال باوندري مين الاخضر ده؟ بوستر لاتر باوندري مين ده؟ سيريبرال باوندري ناحية الكلام انتيرو باوندري هنا في كازما عارفينها؟ اوبتيك كازما بوستيرو باوندري الابر بوردر بتاع مين؟ هوز شفت الباوندريز؟ سهلة ولا صعبة؟ طب الكونتنس في الوسط في عندك شورتين عادي ميلاني بودز شايفينهم؟ وراهم حاجتين وقدامهم حاجتين كونتنس بتاع الوسط ايه اللي وراهم الحاجتين دول؟ دول المنطقة المحرمة وتو نيرفز مين المنطقة المحرمة؟ بوستيريور بورفريت سبستانس ونيرف اسمه اوكيلومونتو طب ايه الحاجتين اللي قدام؟ يقول لي اوبا اسمها تيوبر سيناريا وطلع لنا اوبا اسمها ايه؟ الخطين مين الارتز اللي حواليه؟ سيركل اوف ويلس او سيركلس ايه؟ ارتز ممكن تركزوا معاك في الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي عشان مش متقالين قبل كده مع الكلام انا اصلا اقولها دلوقتي ليه بالرغم من سهولتها لانها اول كلمه بتعمل اللور اسبكت اوف هايبوسايتس الجزء الوحيد اللي يتشاف في البرين ديف سيكشن اللي يتشاف في الداي كافرون ديف سيكشن هو اللور سيلفس هايبو سايتس يعني التوبر سيناريو والانفانديبلم اللي راح للدستري جلاند والمميلري بودي دي اجزاء من هايبوسايتس ايوه الهايبوسايتس عامل كده حرفين ال هبطل شويه هنا الهايبوثالامس ليه جزئين كل واحد يمين وشمال هوريزونتال وفيرتيكال هوريزونتال في الفلور بتاع السيرد فيلر ولو قلبته كده تلاقي انتر دونكرا فص يعني معنى كلامك للطور ان انا لو خدت ضربه بالسكينه كده في وسط الانتر دونكرا فص ادخل على السيرد فيلر ايوه معنى كلامك برضه لما اجي اخد السيرد فيلر الفلور بتاعه هيبقى فيه انفانديبلا وتيوبر سيناريا والمامين البودي والبصيبه في السبستنس طبعا تاني الكونتنس بتاعتي بتاعت الدكتور دكتور فصة ده اللي هو السيرفس هايبوثالامس طب الهايبوثالامس دي كام جزء؟ دي تو بارتس فيرتيكال وهوريزونتال طب اللي شايفه دلوقتي هنا مين فيهم؟ الهوريزونتال بارت والهوريزونتال بارت في هايبوثالامس في الانفانديبلا في باكسينيريا والماميري بوديز من تحت هنا تمام؟ طب الهوريزونتال بارت ده هو نفسه فلور بتاع اوضه اسمها فوق الانتر دكتور فصة في اوضه في النص اسمها سيرفيكال فلو قطعت من انتر دكتور فرصه هدخل على السيرفر ده يخلينا ناخد السيرفر بنت كده ما اقعدش افتكر بقى
يبقى الفلور بتاعها نفسه الانتر نمبر ايه؟ فوست. اجي لها واقول لها وافتكر معايا فعلا. فورس بنت. جاهزين؟ اول حاجه انتوا عارفين في الامبريولوجي البرين لما تكون كان مقسوم ثلاثه زي الضغط. فور برين، ميد برين، وهاي برين. الميد برين هو الميد برين بتاعنا اللي هو الابر بارت اوف ذا برين ستيت. الهاي برين. بيلو الميد برين ايه؟ بونزو بلالا وسيربيلا وبينهم كابتن. تمام؟ عشان كده يبقى الهايند برين هيديني ايه؟ هيعمل لي بونز ومضلل وسيربيلا وكابت في الوسط اسمها فورس بين. طب فوق الميد برين عندك السيربرم والداينكفرم. ده الفور برين، يبقى الفور برين يعمل ايه يا جماعه؟ السيربرم والداينكفرم، الميد برين يفضل از ميد برين بتاعنا. بيلو الميد برين الهايند برين يعمل ايه؟ بونز ومضلل وسيربيلا وبينهم كابت. عشان كده اول ديفينيشن للفورس بين كده اتز ذا كابتي اوف هايند برين. اتز ذا كابتي اوف هايند برين. كويس قوي. طيب الكف دي بين ايه وايه؟ لو خدنا سيرش تاب سيكشن ووريت الفورس فينتكل هتلاقي ان الفورس فينتكل موجوده بين ايه وايه؟ بيلو اند ان فرونت، مش هقول ان فرونت بس، بيلو اند ان فرونت باك اوف بونز كله وباك اوف ابر هاف مضلل اللي هو المضلل. اباف اند بيهايند روف فورس فينتكل عليه سيربيلا راكب عليه ايه؟ سيربيلا. يبقى هو موجود بين البونز والمضلل قدام وبين السيربيلا لورا. واضح جدا في الصوره اهو الفورس بنت لو بيلو اند ان فرونت بونز وابر هاف مضله بيهايند اند اباف سيرفر. الميد برين يا جماعه وصل لغايه هنا والمنطقه اللي فوق دي اسمها دايجنال. فهنا عندك السلامس وهنا الهايبو سلامس. السب سلامس مش باين في الصوره دي. وهنا هيبقى في باينير بودي اسمها الهيبي سلامس واللي هنقوله بعد شويه. ده الدايجنال باوندرز. بعد ما قلنا ديفينيشن والسايت عايزين الباوندرز قولوها انتوا معايا. ايه حدود الفورس بنت كده؟ ادي الفورس بنت كده. لا يا جماعه اول الباوندري هو ليه ده؟ ابص ان ده سوبينو سيربيلا. على فكره لو قلت بسرعه هيقلب على بعدها معناه ان دي نقطه دي وسط سوبينو سيربيلا ده بينو عند سوبينو سيربيلا ده والناحيه الثانيه زيهم. اوكي عندنا كام انجل في الشكل ده؟ فور بين التو سوبينو والفيرو بلانتي في عندنا انجل اسمها لاترال انجل يمين وشمال. وبعدين في الميد لاين عادي سوبيرو الانجل فوق دي عندها انا شايفين بس بعدها كده بعد الميد رين وعادي الانفيرو الانجل تحت ما بين تو تيوبيكلز اسمهم جراسيت تيوبيكلز لو تاخدوا بالكم وعن طريقها انا كونتينوس مع السنترال كنال بتاع الكلوزن ده عشان بعد شويه نقول كوميونيكيشن عرفتوا جامبلز والانجلز فلور. الفلور بتاعنا متقسم مرتين مره بالهارت الى المدلر المونتاين ومره بالطول الى ميرور ايمج الحاجتين زي بعض. اوكي؟ تعالوا نشوف مع بعض. المره اللي بعرف ايه ده؟ ترافل الباريس بتقسم بس الفلور لنصين دبل ومقيم بتقسم حاجه ثانيه اسمها ستيبر ايمنتس الابر بارت واللور بارت. اللور بارت ستيبر ايمنتس تحت معايا في المضلل والابر بارت معايا في الباك فورس. ده كلوز مش عايزه مش عارف الفلور. نيجي بقى للفلور بتاعنا هو بالمضلل هو بارت. ايه السيركس ميديا لوموزيلا سيرفس تخش كده البوستيريور صح؟ لازم سيرفس تقسيمها الثانية بعد ما قسمت العرض هقسم بالطول ميديا لوموزيلا سيرفس جاهزين؟ طب في ديبريشن عندي زي حرف 8 مش قول 8 قول امبيريو هنقول انفيرتد في شيء اسمه ايه؟ امبيريو فوبيا ده حواليه 3 اليفيشنز فروم ميديا تو لاترال هايبر وصل رايبر فيجا موتور نيوتس هايبر وصل ده كده بيلو زي امبيريو فوبيا فيجا رايبر اللاترال ميديا بستيبر ايمنتس كلها ولا لور بارت؟ لور بارت او بستيبر ايمنتس برافو عليك. طيب لان بقيت بستيبر ايمنتس فوق نيجي بقى في البونز الحته اللي فوق ايه اللي موجود معايا؟ يقول لي برضه نفس السيركس ده ما تحطوش تاني فوق يا دكتور هو نفسه ميديا ميديا سيركس طبعا على جانبين اسمه ايه؟ ميديا ايمنتس ولور بارت ميديا ايمنتس كورة اسمها ايه؟ شاكو ليكوس ولاترال الفيشر في الفكره الاوبر بارت بتاع مين؟ الفيشر بارت لما نذاكره ترتيب ظهور الاسهم هتلاقي نفسك مش هتنسى وهنلاقي ان القرايه قلت قوي لان خلاص انا دلوقتي غطيت الفورس فيلد ودي فكره الفايبر خلصت وخلصت عشان انزلهم كله بالكامل مجمع لكم في كميه كبيره قوي من اليوم هتكتشفوه في الاخر لما تشوفوها مش عايز بس اضيع وقت اقول لكم ايه الفايبر انا مش خلصت طبعا بس همشي فيه على طول ايه الايفنت بقى الناس خطت لما سمعت كلمه يا جماعه اي حاجه ليها كافه في جسمك لازم ليها طاقه.
دايجست تراكت اللي بقى البلاد فيسل بالاندوثيليا الريسبيراتوري تراكت اللي بقى حتى الفنتريكولار سيستم الفنتريكلز السنترال كانال ليها بطانه اسمها الايفنديما والايفنديما دي عباره عن خلايا كيوبيكال مكعبات صغيره فاسيه والايفنديما دي بتصنع فلويد في ناس مش فاهمه بس مسموح يا جماعه اللي عايز يمشي اللي حاسس ان الجزء ده مش هو اللي هو عايزه وهو كان عايز يطلع الفنتريكلز على طول فدول الفنتريكلز زي بعض دول فيهم ثلاث كتير عارفين بس انا فهمته بريف الاول ما تخافوش انا فهمته في الاول دي ما اقدرش اقول حاجه في نص الكلام اي حد حاسس ان هو الكلام مش هو ده اللي عايزه حاضره مسجله مصوره ده تشوف يا جماعه النهارده تمام بس مش هسحب الكلام اوكي انا مش بحاول اقول بريبه كتير قوي ولا سريعه عشان ابقى استفاد بالمحاضره دلوقتي عرفتوا اربع اسئله مضاعف سيناتيشنز بونز ليندرين دخلنا على فوز منتس مهم قوي اوكي عرفنا ازاي نجيبه كويس ايه اللي بيدي مديك زلايننج فورس فورس بيدي بس فورس بيدي لا ده كل الفيتكس اللي عندي لازم لها بطاقه اسمها يا جماعه ابادي اهي طب عايزين نعرف انها حاجه يقول لي شايل هنا في الصوره اولا الصوره دي باك فيو مش هشوفها قدام شايل السيربيلا وشايل الروف وسايب القطار ليه الدكتور؟ يقول لي عشان اعمل داتا رانج الايفنت مطلعها تيوب تيوب من الايفنت ما طلع بره في داتا رانج ايوه والتيوب دي بتلف على الانتيرو سيربيلر دانكل وراحت لغايه الانجل الاماميه اللي بين الميدل سيربيلر دانكل والمضله اللي كان فيها النرف السابع والثامن كان اسمها بونتو سيربيلو بونتاين او بونتو سيربيلر تمام سيربيلو بونتاين او بونتو سيربيلر انجل فيها النرف السابع والثامن وفيها الاند بتاع التيوب ده التيوب ده اسمه لاتر ريسس التيوب ده اسمه ايه هو لاتر ريسس تيوبولار اكستنشن فروم ذا ايفنتيما عند اللاترال انجل اوف فورس ريدكشن اللي بتنام على الانفيرو سيربيلر دامبل ورايحه لقدام تحت الميدل سيربيلر دامبل في انجل اسمها بونتو سيربيلر انجل مع نرفين مين هم النرفين دول؟ 7 و 8 وحتى في السيربيلر اسمها صعب شويه فلوكلس ده المكان اللي بيتجمع فيه الثلاث حاجات دول طب اللاترال ريسس ده لما يروح هناك في اوبننج في اخره اسمها فورم فلوشكا فورم ايه؟ وفلوشكا تفتح على مكان اسمه سبرا كلوين سبيس السبرا كلوين سبيس ده غير ان فيه بلاد فيسل في كمان سي اس اف سي اس اف الميه اللي جوه الفنتك هتخرج عن طريق الانبوبتين دول الانبوبه نفسها اسمها ايه؟ لاتر ريسس والاند بتاعها اسمه فورامينو ايه؟ فورامينو ادي الفنتيما ادي لاتر انجل لاتر ريسس طلع منها عباره عن انبوبه من الفنتيما انتهت فين جوه؟ عند الانجل اسمها بونتو سيربيلر الروف فهمتوا قبل الروف الفورس فينتر هو مين ومكانه فين؟ شكله دايموند شين او في السيشن بيقولوا عليه تنت لايك زي الخيمه بعد كده البرواز بتاعه الباوندري قلناها ابر لاترال لور لاترال واربعه انجلز قلناهم البطانه بتاعتي بتاعت الفينتر اسمها بندي ما طلع لي ريسس من الجنب اسمه لاترال ريسس والفلور خلصنا الفضل عندي مين؟ حاجتين الروف والكوميونيكيشنز جاهزين؟ يلا تعالوا نشوف أول حاجة تقولها لي في الروف إن هو متقسم تو بارتس. فين الروف هنا؟ ده الفورس فينتر وده الفلور باك اوف بونز كله والأمر هاف بالظبط. ده الفلور. طب الروف فين؟ يقول لي شايف الخط ده والخط ده الروف فورس فينتر دلوقتي في أمر بارت ولور دي أول معلومة من في نصية. وكل بارت نايم عليه حتة من السيرفيلر. لما اقطع في النص بالظبط يبقى المطاف في السيرفيلر ده حاجه اسمها فيرس. Anterior end of superior vermis اللي هي الجزء ده اسمه ليمولا. Anterior end بتاع الانتيرو فيرس اسمه ريديوم. ففوق الابر هاف الظروف اللي مش مكتوبه في الكتاب. يقول لي بارت اوف سيرفيلر مين بارت؟ انا بارت ليمولا. شايفين الابر هاف الظروف؟ مين دي؟ ده الانتيرو end بتاع السوبر فيرس اي ليمولا. وعلى اللور هاف مين دي؟ ريديوم. تمام يبقى تاني حاجه عرفناها من الرسمه ديت غير ان الروح جزئين ابر بارت ولور بارت في جزئين من السيرفيلا نايمين في ابر وفي اللور لو انا مش عارف اسميهم اقول ايه؟ انتيرو اند اوف سبيرو فيربس على الابر هاف انتيرو اند اوف سبيرو فيربس على اللور ده السنترال كلام طبعا وده الاكل ده يبقى الفورس فيت في الاثنين كلاس في الكلوز دوت داتا سنترال كلام في الميد رينج في اكل ده السبيرو فيربس ده
اسمعي بقى يا جماعه الحته دي. البرين بتغطي بطبعا بين اراكنويد سوبر. العروف من جوه خالص شايفين المنطقه ده؟ شايفين اللاين ده؟ ده بين. والطبقه البلو اللي من بره دي اراكنويد. يبقى السبيس ده اسمه صافي كويس. البيه هنا عملت لي دبل لير. تخيلوا معايا لو كانت البيه فاكس اوف تشيلي نزلت من السيربيلوم على الباك مضمى على طول. مش ده اللي حصل. البيه اللي نزلت على طول دي انا زقيتها بايدي كده على اللور هاف اوف ذا روف وشلت ايدي حطيت كرويد اكس. فلما شلت ايدك بقت البيه عامله دبل لير. طالعه ونزل. طب لما دبل لير وبيه وجواها كرويد اكس خليها هنا كرويد على الاقل جزء من الروف الاول ولا اللور؟ اللور هاف. تاني يا جماعه الباب في السيرفيلم زي ايه اللي فتة في البرين بنغطي الطبق اسمها ايه؟ اهي بيه. البيه دي هل نازله من اللور سيرفس في السيرفيلم على الباك في ضغط ضايق ولا طلعت نزلت؟ تخيل انها نازله وانا هزقها لفوق بين السيرفيلم وبين اللور هاف في الظروف واشيل ايدي احط كرويد لكسس يبقى هنا في دبل لير وبيه طبعا الناس نقطه اثنين فوق بعض بيسموها تيلا كرويد ولما في تيلا كرويد يبقى جواها كرويد لكسس عشان نصنع سي سي للفنتكال. تعالوا بقى نشوف الروف، ايه اللي عرفناه عن الروف؟ متقسم لكام جزء؟ ابر هاف ولور هاف، النص فيه ابر هاف ولور هاف، وكل هاف عليه حته من السيرفنت. الابر هاف عليه كام جزء من السيرفنت؟ من الهيمسفير ولا من الفيركس؟ الابر هاف عليه انتيرو اند اوف سوبيرو فيرمس اسمه ليجلا. ولور هاف عليه انتيرو اند اوف سوبيرو فيرمس اسمه ميديوم. اتفقنا؟ طيب مين من الاثنين يعمل تيلا كرويدي وكرويد نكسس؟ الابر ولا اللور؟ اللور. بعد المقدمه دي تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيبقى تحت السيربيلر. يقول لي في ميمبرين بين التو سوبيريور سيربيلر ده في ميمبرين. ميمبرين ده اسمه سوبيريور مدلري فينا. هل فورس بنت تحت الميمبرين بس؟ تقول لي لا. الكاب بتاع الفيرتيكال اكستند تحت البدنكل كمان. يعني الكاب بتاع الفورس بنت داخل تحت البدنكل. بحيث ان السوبيرو سيربيلر ممكن يبقى في الباوندري اقولها مع الابر هاف اوف ظروف كده يبقى الابر هاف اوف ظروف معانا اثنين سوبيريو سيربيلر دانكن اللي هي دكتور لان الكاب بتاع الفنتكل امتد تحتهم تو سوبيريو سيربيلر دانكن وبينهم ميمبرين اللي لونه بلو ده اسمه ايه الميمبرين ده؟ سوبيريو ده اللي بينهم فين الابندمان؟ لو شلت الفيلم ده هتلاقي الابندمان بطانه تمام؟ طيب السوبيرو ده اللي بيبقى ده على حته في السيرفيلا نايم عليه مين دي؟ مين دي؟ لينجرا برافو عليك يبقى دي الانتيرو اند اوف سوبيرو فيرمس كمان السوبيرو ده اللي بيبقى فيه تو نيرفز بيخترقوه اللي هم التروبيا وفي فولد في الوسط اسمه فرينيرا بس مش موجود عندهم في الكتاب فمش اللور الابر هاف كمان بينا صح؟ كام؟ لكن في اللور هاف الفيلم اتقسم قطعتين وكل قطعه بتصير عامله زي اللي كريسنتي كريسنتي كان فيهم ضلري بيرا جمع بيرا كل فيلم من دول ماسك في الانفيريور سيرفيلر دانك بتاعه طب ايه اللي بين الانفيريور ضلري بيرا ايه اللي في الوسط ده؟ يقول لي في نوتيول وراها اوبننج دي الانتيرو اند بتاع الانتيرو فيرمس والاوبننج دي في الجزء الاخضر ده مين الجزء الاخضر ده اللي بيدي من كشف لما الانفيريور ضلري بيرا بيبعدوا عن بعض الايفنت مالجوه اتكشفت انها حته وبقت هي اللي مكونه من الروف هنا عشان كده ذكرتها في الروف مع اللور هي موجوده في الاثنين بس في حته في اللور هاف الايفنت ما فيه لوحدها مش مغطيه بحاجه يعني هي المكون الوحيد في المكان ده الروف وهذا المكان الايفنت ما فيه فتحه اسمها فورم اوف ماجيني فورم اوف ايه؟ اوف ماجيني اوكي؟ ايه اللون الاحمر ده يا جماعه؟ نقرا كده فورم اوف ايه؟ اوف ماجيني ايه الاحمر؟ ليه كام جزء؟ كل كرود ليكسس يمين وشمال ليه؟ فيرتيكال وهوريزونتال واليمين والشمال على بعض بي مع بي يعملوا حرف تي بس الرجل بتاعت بي او الستيم بتاعت التي مقسومه اتنين عشان في الوسط في حاجتين ايه هما الحاجتين دول؟ في اويرنس وفارمنت اوف ايه؟ اوف مان يبقى دي كرويد ليكسس يا جماعه ودي ليها تو بارت كل واحده فيرتيكال وهوريزونتال ودي موجوده ليه هنا؟ لان هنا في كده كرويد على الوقت تمام؟ انا مش عارف الروف ده انا عايز اطمن عليكم فيه مين يقول لي الروف من غير اسهم الروف بتاع الفورس بنت بيكون كام بارت؟ ازاي تبقى بارت؟ ابر هاف ابر هاف ولور هاف الابر هاف عليه حته من السيرفيلا واللور هاف
هي اللي على الورق دي عندها دبل لير اسمها تيلاكرويدي جواها كرويد ايه فيكس. تعالوا بقى بدل السكشن دون نشيل السيربيلا ونشوف ايه اللي موجود في طبقه وايه اللي موجود في بار. جاهزين؟ نطلع على السهم ابر هاف ايه الممبرين ده؟ سوبينيو ضربين. طب هات السوبينيو السيربيلا دونك هيشكوا معاك اللي كانوا في الباوندري شكوا معاك فوق الكاب بتاع الدنك دخل تحتهم امتد تحتهم فالسوبير والسيميلر بركر قالوا مع كبر ضعف وصلوا في باور هاف. عندنا كام فيلا؟ واحد برضه زي كبر ولا اثنين؟ تو انفيرو كبر فيلا وكل واحد ماسك في الانفيرو سيميلر بركر بتاعه لكن منفصلين من بعض حاجه في الوسط فصلتهم اللي هي الانفيرو فيربس الحته الامامية مين؟ اسمها نجول ورا الانفيرو فيربس في فتحه في ممبرين، الممبرين ده ليبند ما انكشف هنا ليبند ما انكشف هنا والفتحه دي اسمها فورمال كوين بارامتر اوف ماجين. ايه اللون الاحمر ده يا جماعه؟ كرويد اكس. وصفوا لي كل كرويد اكس ليه كام جزء؟ اثنين فيرتيكال وهورزونتال الناحيتين مع بعض من حرف تي شيب. تي شيب مش انا قلت في الاول ان اللي هو حرف ظروف هو اللي كده كرويد كرويد اكسس خلاص شكرا بص كرويد اكس. في البين دي بقى اللي فيها الفابرين زي ما قلت حد يقول لي من غير رسمه فورس بيت مع مين عن طريق ايه؟ مينو مع السنتر الفينال فلوس بلاد طب اهو سلام رقم الكودكت اللي بيوصلني الفنتكل تاني اللي قبل مين؟ السيرفر وصلني السيرفر لان فوق في صلبس وصلبس بينهم كلمه اسمها سيرفر بس مع السفر كلوز سبيس عن طريق ثلاث اتحاد اثنين في اخر اللتر اساس مشكله واحده في الدور هاف ظروف ماجنتا دول ايه دول؟ بيخرجوا السي سي اف من جوه الفنتكل للسفر كلوز سبيس عشان يحصل سيركوليشن والكرويد بيكسس يعمل جديد كده يبقى في سيبريشن لايه؟ للسين ادي الكونكشن اهو خلصان موضوع حلو يبقى ننهي العالم الموضوع اللي بعده. انا في السيرفيلا ولا فوته؟ فوت السيرفيلا معلش يا جماعه خلي اللي عايز فوته يرفع ايده اللي عايزه يرفع ايده اللي عايز السيرفيلا يرفع ايده كمل كده يبقى دي السيرفيلا طيب ممكن نقول بسرعه يبقى اكسبت من الجرد السن اكسترنال فيشرز اوف سيرفر كاسين صبر ماي برين بيهايند مين بابا بيهايند فورس فيلد وسيبريت من البونز والله ده فورس فيلد تمام ماشي مش معانا تمام سايت انا عايز اعلمك ازاي تكتبوا حاجه موجود في البوستيريو كرينيا فصه بيلو تنتوريا سيربيلا عشان كده الاوفر سيبس بتاعه خد الشكل بتاع فين التنتوريا بسيربيلا عالي في الوسط وبريفي نازل ليه التنتوريا عالي في الوسط؟ عشان الفلاكس لما مسك فيه شد فيبقى الاوفر سيبس اوف سيربيلا تلاقيه عالي في الوسط وبريفي نازل يبقى موجود في البوستيريو كرينيا فصه بيلو تنتوريا سيربيلا ويتش سيبريتس السيربيلا فروم ذا بوستيريو بارت اوف سيربيلا عامل شوف الريليشنز بتاعته. ادي المكان بتاعه اهو. بيلو السيربرا ويفصلوا مع بعض التنتوريوم سيربرا. فين التنتوريوم هنا؟ شايفينه ولا ده سيكشن التنتوريوم اللي بيفصل السيربرا مع السيربرا. ادي المكان بتاعه تاني اهو. ده سيكشن بيوريك هو ورا الدوز مظله وفي فورس في الكلمه بتوين. بارتس اوف السيربرا. لما نمسك السيربيلم بيقولوا عليه يا اما اوفن يا اما هو الواتر فلاي زي الفراشه. الفراشه ليها جناحين وليها جسم دول. عشان كده اجزاء السيربيلم بتكون سيربيلا رمسفيرس اثنين كونكت ببعض في النص حاجه اسمها الفيربس. والفيربس اللي في النص ده الاخر بيتقسم الى دورين. الحته الفوقانيه اسمها سوبيرو فيربس والحته التحتانيه اسمها ايه؟ يبقى دي الباص بتاعها تو سيربيلا رمسفيرس والفيربس اللي بتوين اثنين. سوبيرو فيربس وانفيرو ايه؟ فيربس. جاهزين معايا؟ ريليشن سهلة أوي أباف قولوها أباف في فيكتوريا سيبريتي مين فروم سيريبرا أنتيريور بونز مضلة وبينهم فورس فيلد لاترال سيجمويد ساينس بيلو موجود في الكتاب فلور بتاع بوستيريو كريم فورس سكابون بيز اوف سكابون تمام بعد كده بقى تعالوا نشوف الاكسترنال فيتشرز اوف سيريبرا كذا اوصف اهو لو وكلوش ابر سيرفس لور سيرفس انتيرو مش شاليه مش شاليه حته ناقصه حته مش خاطئه وبوستيرو مش نبتدي
مين؟ أبر السوبر سيرفس. سواء أبر أو لور سيرفس سطح السيريبيلم متقسم لجروفز وريليشنز بتوين سبكاي، بس الجايراي هنا بنسميها فوليا، جمع فوليا. الحته الاليفيتد دي أول حاجة، سطح السيرفس بتاعي ليه؟ ليه سطح السيريبيلم متقسم لجروفز وريليشنز؟ تو إنكريز السيرفس إيريا، يبقى السيريبيلم حجمه أصغر من المفروض عشان يقوم بالوظيفة. طب تعالى نبص على الأبر سيرفس أوف سيريبيلم بصفولة الدكتور. يقول لي الأبر سيرفس أوف سيريبيلم شوز ميديان لونجيتودينال ريتش. أو ميديان لونجيتودينال ريتش. ليه؟ عشان خد شكل الأندر سيرفس أوف تنتوريا. ويز ذا بريست بريفلي. والميديان لونجيتودينال ريتش ده بيمثل السوبيرو فيرمس. ده الجزء ده بيمثل مين؟ السوبيرو فيرمس. ده كله بالراحة عشان نذاكر مع بعض. بس كده؟ تقول لي لا. وكمان على الأبر سيرفس في فيشر. الفيشر ده هو ادي سبيرويز. الفيشر ده اسمه برايمري ايه؟ برايمري فيشر. شايفينه؟ شكله زي حرف V. V شيب فيشر. وهذا الفيشر اللي موجود على الأبر سيرفس بيقسم الأبر سيرفس إلى 2000 لوب لونه ريد، وده اسمه بوستيريور وساعات تسميه من الأرض. ليه اسمين؟ الاسم الأشهر بوستيريور أو ساعات تسموه بعض الكتب منهم. هنمشي مع الكتب. يبقى انتيرو لوب وبوستيرو لوب. مين الفيشر اللي بينهم؟ خلي بالك عشان في الاخر اقول لك مين ذا فيشر في السيربيلم. جمع معايا في عندي فيشر واحد بس على الابر سيرفس شكله في شيء وبيقطع السوبيرو فيرمس بين مكانين في السوبيرو فيرمس. انا عارف ان اساميهم صعب اجزاء السوبيرو فيرمس حتى في على الاقل الانتيرو انت عارف تو لينج لوبيول كيورمن ديكلايف ايه كمية الأدوية في ناس بصلت بجانب شديد. ايه كل اللي هتدور عشان تقول ان البرايمري فيشر بيطلع السوبر ويبس بين الكيولمن والديكلاف. بين الكيولمن ايه؟ والديكلاف. بس لكن انا مش عايز اقول ده. طب انتوا صعبين قوي. خليها كتير بتصيروا بصيروا سبب. انا مش بألف عشان اسهلهم اللي موجوده في كتب اخرى. يعني الوصف اختلف. زي ما قلت كتير بصيروا السوبر ويبس مع بصيروا سبب صح؟ ايوه. يبقى البرايمري فيشر بيقطع على السوبر فيرمس على الكتين وتلت. سهل دي. سهل. تمام. ركزوا معايا. فين بقى اجزاء السوبر فيرمس بص معايا مين؟ لينجر سنتر لوبيول كيون ديكلاين حته صغيره ورا بتبقى فوليا. مين فيهم اللي على اول رابط ظروف؟ اللي هو اللينجر. ادي السوبر فيرمس. يلا معايا. ابر سيرفس اوف سيربيلوم سيريبيلر هيمسفيرز سوبيرو فيرمس انتيرو مانش بوستيرو مانش. انا خلصت من دول مين؟ الابر سيرفس. حد يعرف يعني مره ثانيه؟ ابر سيرفس اوف سيريبيلر شوز ايه؟ ميديان لونجيتودينال اليفيشن ويز ذا بريست بريفلي. ايه كمان؟ فيشر شكله حرف في بيطلع السوبيرو فيرمس اللي هو اليفيشن كنتين وتلت جنكشن بين انتيرو توسال وبوستيرو سيرف. يقطع عليه ايه؟ ايه اللون الاحمر ده؟ دول ده اسمه ايه يا جماعه؟ انتيرو لوب. اللي ورا اسمه ايه؟ بوستيرو. مين الفيشر ده؟ فيشر برايفا او برايمري فيشر. انا عايز اخلص نقش في المرة وانا مبسط. الانتيرو نقش ده هقول عليه ايه؟ ذا انتيرو نقش مش موجوده في الكتاب. ريسيفز ذا انترنس اوف ذا سيريبيلر ماكس. ففي سيريبيلر ماكس ده الباب بتاعك. يبقى تقول ايه على الانتيرو نقش؟ ات ريسيفز ذا انترنس اوف ذا سيريبيلر ماكس. كام واحد؟ ستة ثلاثة وثلاثة. لأن ماتش واحد فلازم أقول المجموعة. ثلاثة يمين وثلاثة إيه؟ شمال، جايين من بريمس. طب مين شاطر يقول لي؟ طب بص الماتش. أقول عليك كلمة واحدة. اتلوجز، إيه اللي بيدخل فيه؟ واحد بروفوز اسمه إيه؟ فاركس سيريبيلر. برافو عليك. يبقى أنا خلصت من الإكسترنال فيتشرز الأبر سيرفيس الأنتيرو ماتش بص له الماتش. هسأل بعد شوية. لأن الناس رفعت إيديها في النيم. فهقول هسأل الدولة. إيه اللي ذاكر معاك؟ نقلب السيرفيلر يا جماعة. فضلنا ايه وسط السيربيلا لسه ما اتقالش؟ لور سيرفس. مش هو ليه ابر ولور وانتير نوتش وسير نوتش؟ انا خلصت الابر سيرفس والانتير نوتش وسير نوتش يلا لور. يقول لي اللور سيرفس بتشوف اللور سيرفس بتاع التو هيمسفير كونفكس تو كونفكس وبينهم جروف ديبريشن. ديبريشن ده اسمه فاليكولا سيربيلا. معرفش الاسم ده ولا لا بس الجروب ده يا جماعه لما امسك التو سيريبيلر امسكه وابعده مع بعض اشوف جواه الانفيرو فيرمس. تاني انت
وبينهم سوبيروفيكس قلبنا السيربيلم بلاد. شايفين يا جماعه اللور سيرفس وبتوهم السير واضحين؟ طب واضح في وسط مين ده؟ الانفيرو سيرفس اللي باين في جروب بين الاثنين، لان الانفيرو سيرفس كونفكس زي مين؟ فاكرين الفلور بتاع السيرفس يخص كام؟ كونكيف العظم ورا الفرن المجنم على جانبي الانترنال كوسيتا كريست، كان في منطقتين كونكيف، يبقى لما احط على ده سيربيلم يبقى اللور سيرفس كونفكس صح؟ والتو كونفكس دول منهم جروف في قلبه في عمقه انفيرو بيرمس. جاهزين؟ دي اول حاجه ترتيب الدنيا. طب مين الانتيرو بيرمس بتاع الانفيرو بيرمس ده؟ نوديول. والنوديول يا دكتوره بتوصل من دراعين تو بريكيوم لحاجه زي ورقه الشجر. فلوبيوس. فلوبيوس دي بتبان عندي من قدام في انجل بين الميدل سيربيلا بلانكت وبين الميدل اسمها بونتو سيربيلا انجل او سيربيلا بلانكت. مين يقول لي الانجل دي فيها ايه تاني غير الفلوبيوس؟ نرفي كم كان؟ 7 و8. واللاترا اللي انت عبوبه جايه لي بفورس فيتكل اسمها؟ لاترا ريسس. والاوبننج هنا اسمه فورم هوف لوشكا. اوكي؟ بونتو سيربيلا انجل فيها ده فيها الفلوكلاس دي. ليه واخدين لون واحد؟ ليه الديور والتو بريك اللي طالعين منها والفلوكلاس اللي في الاطراف واخدين لون مع بعض؟ لان ده اللون ده اسمه فلوكيلو فلوكيلو نوديولار لو يعني ده لوب جديد. ايوه يبقى انا معايا كام لوب؟ تقول لي اول ما اسال السؤال ده معايا كام لوب في السيربيل اناتوميكال ولا فانكشن؟ اناتوميكال ثلاثه اللي هم انتيريور وبوستيريور وفلوبي نودل تمام؟ طب المكان ده لوب الدكتور مش لازم يبقى فيه فشل يفصله عن بقيه اللون الاخضر ده؟ اه لازم لان انت الانتيريور لوب من فوق والبوستيريور كان بينهم فشل كان شكله زي الثمانيه زي الفي شيب كان اسمه برايمري فشل برافو بص معايا كده بوسترو لاترال اه فعلا في فشل بيفصل بين البلو عن الاخضر بوسترو لاترال برافو عليك بوسترو لاترال فشل بقى عندي كام فشل ده؟ اثنين فشل في الاخضر اثنين فانكشن تو دي فيشرز ديفايدنج ذا سيربيلم انتو 3 لوبس واحد على الاوبر سيرفس واحد على الاوبر سيرفس الاوبر سيرفس كان مين؟ شكله ايه؟ بيطلع سوبر بيرس عند حقي مع الدنتين معلش تجيب الاسماء ومش طب الانتيرو فيشر ده فيشر برايمر ده او برايمر فيشر بيقسم تو لوبس مين اللي قدام؟ كرون احمر انتيرو لوب مين اللي وراه؟ بصير لوب بس على الابر سيرفيس ولا كمل معايا على اللور؟ اكبر لوب عندي هو بصير لوب ده كان الاول الاول سيربيلا زي كده ده الانتيرو لوب كف كف ايه ده وصوابعي هنا وصوابعي هنا بصير لوب كف ده فروك نودل بعد شويه ابتدى يكبر والمكان ده ابتدى يتقل على نفسه كده. ده انتير لوب يبقى كده انتير. ده تفسير ان الفلوب نودر لوب هيبقى تحت الانتير لوب. والسير لوب هيبقى فوق وتحت. ده اكبر لوب وده اللوب اللي عندنا احنا. السيربيلم ليه ثلاثه ديزاينز. في اللور انيمال اللي عايزين بس ايكوليبريم زي الفيش عندهم بس الفلوب نودر. واحنا عندنا برضه عايزين ايكوليبريم. الهاير انيمال عندهم فلوك نودر لوب وحاجه اسمها باريو سيربيلا اللي هو الانتير لوب عشان الراس موفمنت اللي ما فيهاش مهارات يحرك راسه يحرك ايديه يحرك رجليه يجري وطبعا في بالانس تحت واحد برضه عندك بس احنا عندنا لوب زياده وهو الاكبر اللي هو الانتير لوب وده بيسموه نيو سيربيلا ليه نيو لانه الاحدث فاحنا عندنا احدث ديزاين للسيربيلا نزل تمام لان احنا عندنا كمان ايه فاين موفمنت كل سيربيلم من دول متوصل بحاجه في السنتر نيرف سيستم عشان الوظيفه. وهنقوله دلوقتي التقسيمه اللي بتقولها دي اسمها فانكشن. يبقى السيربيلم بيتقسم الى اناتوميكال وايه؟ وفانكشن. تمام؟ طيب بصوا معايا يا جماعه كده نكمل مع بعض. عملنا الفيشر ده نقرا اسمه كده بوسترو لاترال فيشر. والبوسترو لاترال فيشر ده بيفصل ما بين النديول والحته اللي ورا اليوفيل. الحته اللي ورا النديول اسمها ايه؟ اليوفيل. اليوفلا اللي في الوسط معلش خليك معايا اليوفلا اللي في الوسط دي يا جماعه على جانبيها منطقتين عاليين اكتر من بقيه اللور سيلز لوز فلما في يوفلا في زوري جنبيها تونسلز فراح اعرف السيربيلا هنسمي دي يوفلا بارد ودول هيبقوا بس اسمهم سيربيلا في تونسلز طب السيربيلا في تونسلز دول يا دكتور مش عارف في صوره جايه الكلام ده ولا لا اللور سيلز عايزين اللور سيلز لا ده الفيشر بتاع فوق طب نرجع تاني نفس الصورة بص معايا ده اسمه سيربيلا تونسل
ديفايدنج ات لوبس. طب اسميه ايه الفيشر اللي ورا التونسيلر؟ ريترو ريترو تونسيلر. في حل قاعد كده الفيشر رقم كام؟ الريترو تونسيلر فيشر اللي بتقول اليمين والشمال بيتوسطوا ببعض عن طريق فيشر بين منطقه اسمها اليوفر اللي هي بين التونسيلز وبين بيرنز عشان يعملوا سكندري فيشر. سكندري فيشر بين اليوفرا والجزء اللي وراها بيرنز. ما انت لازم تسال مش في برايمري فيشر سكندري في قلب الانتيرو بيرنز. بس السكندري فيشر ما يكسبش لوبز على بعض. ما يكسبش ايه؟ لوبز على بعض. اوكي سكندري فيشر. ده هو كام؟ مين يقول لي؟ على الاوبر سيرفس في واحد. برايمري على الاوبر سيرفس. بوست رابر ريترو تونسيلر وريترو تونسيلر ده بيقابل زميله بتاع الناحيه الثانيه هيعدي الميد لاين. بين حتتين في الانتيرو بيرنز اسمهم يوفلا وبيرنز. بيعمل فيشر سكاندا او سكندري ايه؟ فيشر. الفيشر الاخير الخامس السيرفيلم ده عامل زي الكايزر. عارفين الكايزر؟ مقطوع بفيشر هوريزونتال الابر بارت واللور بارت. والفيشر هوريزونتال ده موجود في قلب السيرفيلم. تمام؟ الابر بارت واللور بارت. يبقى انا عندي كام فيشر؟ خمسه. اثنين يقسموا السيرفيلم اناتوميك اللي ثلاثه لوبس وثلاثه موجودين في قلب السيرفيلم. مين اسميهم؟ مين الاثنين اللي يفصلوا؟ من فوق فيشر برايم هوريزونتال وكمان بوست لاتر فيشر. الفيشر برايم بين الانتيرنال والبوستيرنال والبوست لاتر فيشر ما بين الفلوكي مودولار والبوستيرنال. في قلب البوستيرنال في كمان ثلاثة فيشرز. واحد ورا التونسل ريتو تونسيلر وده بيجمع الانتيرنال بيرنس في مكان هنا بين اليوفلا والبيرنال سكندري فيشر. واحد هوريزونتال يقسم السيربيلم ابر ايه ولو. طب يا دكتور هو في فانكشنال كلاسيفيكيشن اوف سيربيلم؟ اه مهمة مهمة. ممكن تيجي تكسبه الفيشرز اكيد شفناها مع بعض. يلا مع بعض ده برايمري فيشر. مين الفيشر ده؟ بوست رابر والسكندري والهوريزونتال كل الكلام ده. ثواني نقول دلوقتي عشان تعمل كده الصوره دي مهمه قوي بس اهدلها عشان داخلين بيها على الخايف. مين شاطر يقول لي الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اوف سيرفيلا كام لوب؟ اللي هم انتيريو بوستيريو لوب فلوكي نودل بوستيريو بينهم فلوكي نودل لا وبوستيريو فلوكي نودل بينهم صح. طب يا دكتور انت في وسط الكلام قلت لنا في حاجات حديثه حاجات قديمه بيقول لي السيريفيتر اللي احنا عندنا احنا في الانسان في مسيل ايه في الانيمال. فالفلوكي نودل لوب ده اللي عندنا موجود زي في الفيش وفي الهاير عشان الكوليبيا وده متوصل بحاجه اسمها الفيستيبلر ابريتس الانتدابي عشان التوازن. يجي بقى في الهاي انيمال عن الفيش يزداد عليه حاجه اسمها باليو سيربيلم. باليو سيربيلم ده الانتيريو لوب اكس السوبيريو فيركس اللي بينه عشان الجراس موفمنت كوردينيشن من العضلات. رايح بحركها كده رايح بحركه كده ده عندنا برضه. ايه الجديد بقى؟ نيو سيربيلم اللي هو اكبر لوب عندنا اللي هو مين؟ السيربيلم وده متوصل بالسيربرال كورتكس عشان الفاين موفمنت اللي ما يقدرش الانيمال ايه يعني. ايه وظيفه السيربيلا؟ بيقول لي من كلامك كده الكوليبيوم جروس موفمنت كوردينيشن وفاين موفمنت كوردينيشن. وعشان كده السيربيلا لو انضرب في تيومر او واحد بيشرب الكحول يضرب السيربيلا هيبتدي العيان ده يشتكي من ان هو الاكوليبيوم بتاعه مش مظبوط. لو واحد سايب عربيه السرعه الاوفسر ويسقط بتاعه بينزله ويقول له طبعا سيبكم من الافلام ويقول حق على الكلام ده. لان هو لو قال حق على بالظبط شاف ان هو اكبر هيروح الراجل قايل على خمس ساعات كمان سوري. انت كده جالك سوري ضرر. ما ينفعش يا جماعه ان انا اقعد اشم حتى لما تيجي تكشف العيان وفي فرصه ان في مرض لازم يبقى في ماسك يا اما يكون بعيد عنه. لان مش معقول اضحي بنفسي عشان كل عيان اكشف عليه لازم يكون برضه واخد بالي من نفسي. المهم في اجهزه النفس فيها في الاسلس وفي جسم يرسموا خط على الارض يقولوا امشي على الخط. طبعا هو اساسا شايف الخط بيلعب فيحاول يمشي على الخط مش حاجه تيجي الخط تبتدي ان هو يشك فيه فيروح كده ايه؟ هات صباعك على مسمار كده سهله خالص. هو طبعا مش دليل مش عارف صباعه هيجي منين يقول لك اطمن يروح عامل مسمار يروح بصباعه طبعا الخط طبعا ترجع تاني صباعك من بعيد مش باصص على صباعك الدكتور مش حاجه خالص بيقول عليه تمام. فينجر تو نوز تيست عارفين اللي شرب او عنده مشكله في السيربيلا بيبتدي يعمل كده هو بيقول واحد فين؟ بتكلم عليه يقعد يرجع صباعه مره 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 لغايه
هيتنج التست كده من اول مره مش هيتنج بيرجع لورا لغايه صباعه ما يخبط فيها وحظ حلو تبقى كتير كبيره عشان تيجي تست بدري منه. لو عندنا واحد بقى في المستشفى وعنده ورم في السربيلا وشاك ان في مشكله في السربيلا عايز اعمل تيست ده بس دراعات مشلوله مثلا ما اقولوش لا هات صباعك على مناخيرك ما عرفش بقى لا طبعا ده مش ممكن ده دراعه مقطوع هيجيب ازاي؟ يعمل تيست الكعب رجله طبعاً على كده ازاي يعني ولا على كده الدكتور ده بيعملها بكعب رجله ازاي يا جماعه بص هو نايم على السرير يروح جايب كعب رجله كده ويحطها على بساطه رجله الثانيه هو مش شايف كده كده انا مش شايف لانه نايم على السرير اوكي والدكتور بس هو اللي شايف هو بيعمل طبعا اللي عنده مشكله في السيرفيلا هو بيعمل كده وكده بيدور على رجله مش قادر يعمل كوردينيشن المصري عشان يظبطها بلاد سبلاي في السيرفيلا انتوا عارفين مع حد بلاد سبلاي كانت ثلاثه ارتريز فاكرينهم الابر سيرفيس والدين على اللور ايه؟ على اللور سيرفيس. السيرفيلا بتبقى خلص ممكن اسالك سؤال؟ ماشي شغال. اكسترنال فيشرز في السيرفيلا انا اوصف اوصف اربع عوامل مين هم؟ سمعت الحكايه فاني يا جماعه محدش يقعد يفكر فيها ويتخيل تيست او هو رايح صباعه ويقول له ارجعوا لي دي حاجه يتباع بيها برين كده سهل. لما اوصف السيرفيلا بالاكسترنال فيشرز اول حاجه يا دكتور السيرفيس بتاعه مش سموث. السيرفيس بتاعه فيه بارلل جروبس وبينها انيميشن اسمها فوليا. بعد كده بقول اجزاء، ايه اجزاء؟ تو سيريبيلار سفير بينهم فيرمس، والفيرمس دورين. سوبيرو فيرمس، انفيرو فيرمس. وبعد كده اختم اربع عنوان. سوبيرو سيرفس، انفيرو سيرفس، انتيرو نوتش، بوستيرو نوتش. جاهزين؟ كنا ذاكرنا مع بعض واستفدنا برضه. الاول سيرفس هو العلاج. اوصفه ازاي؟ طبعا ما اقدرش اشاور. لازم اكتب. ميديا اليفيشن. لو قلت لنا الميديا اليفيشن وده يمثل بس بسيط سوبر فيرس وده الانتيرو اند بتاعه هيبقى ايه؟ كفايه عليه الانتيرو اند ويز ذا بريست بريفن صعب اخر كلمه في الخبر ده برايم اليفيشن شكله ايه؟ ليشن يفصل يعني ايه؟ هو بس ترتيب ترتيب المعنى طب السيرفيلم فيه كام نوتش؟ انتيرو وبوستيرو عايز كلمه على ده وكلمه على ده الانتيرو يستقبل ريسيفز سيريبيلا بدرجة طب بصير ريسيفز بارت سيريبيلا طب مين يوصف اللور سيرفس؟ هل السيريبيلا كده؟ هشوف ايه؟ يقول لي اللور سيرفس اوف ذا تور بسفير كونفكس وافتكر كده ان العظمه اللي تحتك كيف؟ على جانبي الانترنال وسيرفس كريست فاللور سيرفس اوف السيريبيلا بسفير كونفكس وبينهم ديبريشن ان ظبطهم اوف ذيس ديبريشن از نون في حاجه اسمها انفيرو فيرمس طب الانفيرو فيرمس بتاع الانفيرو فيرمس كان حاجه اسمها نوتيوز فاكرينهم في رسمه كانوا ازرق بلو نطلع من النديول دي بريكيا يمين وشمال رايحين لمين؟ ورق شجر اسمها ايه صعبه؟ فلوكيلس عشان الثلاثه يعملوا مع بعض النديول والتو في الجلا يعملوا لوب صغير فلوكيلو نودير ايه اللي بيفصل عن بقيه اللور سيرفس؟ بوسترو لاترا فيشن ورا النديول في الفيرو فيربس يوفي واليوفي طول عمرها على جنبها بس المرض اسمه سيربيلا تونسلز. سيربيلا تونسلز عاليين شويه فيبقى وراهم فشل. ريترو تونسلر فشل. ريترو تونسلر فشل ده يعدي الدين لاين بين اليوبلا والبيراميد ويعمل سكند في الانفيوبلز. تمام؟ فاضل لي فشل هوريزونتال عشان يبقى في كام فشل عندنا في سيربيلا. خمسه واحد بس على اور سيرفس. رايفل فشل. تمام؟ وثلاثه على اور سيرفس بوست ريترو وريترو تونسلر وسكند فشل. واللي بينهم بين الابر واللور هوريزونتال اتفقنا يا جماعه؟ فهمتوا موضوع السيربيلا؟ مش صعب انا عايز الصوره دي بقى لان هنبني عليها ايه؟ ركزوا قوي بس انا عارف ان انتوا بس هو المحاضره بتاعت النهارده هيبقى في تحدي عشان نتعامل بيه عايزين نستفاد على قد ما مش عايز اجري لو عملت بريك او لما ترجعوا اقل جهده ثانيا بيبقى الوقت اللي باقي اقل انا عايز استفاد بكل دقيقه النهارده تاكدوا ان انا تعبان اكتر لان انا سالونا معاكم من هم الساعه 8 الصبح برضه في مراجعه كانت في جزء من الخبر فانا عايز انزل من مصر الصبح واستفاد انا عايز كمان انتوا كمان تروحوا لما تذاكر اليورو اللي فيه اجزاء اتحلت انا داخل دلوقتي على منطقه كتير قوي الشكوى جت لي اللي هي الداي كيف عايزين نحل بقى الداي كيف نقول عليه ايه ونسحب ازاي ونجاوب ازاي يبقى انا داخل على جزء اسمه داي كيف وصرت لده داي كيف وصرت ايه؟ درجة. السهم يطلع عروض السهم يطلع هم
انت بتحط علامه على الملف عشان عارف الفرد ده ايه ونكتب شغله حكايه ان انا اقرا مع الدكتور دي وتعمل تشتيت ما تخليش اركز مع الحبكه الدراميه بتاعت الاطفال تفهم؟ ايه ده؟ سهل ده مين؟ طوف سيربيلو سيربيلو مين الكلب ده؟ سلام ايه لو هو ده في برين هات فاكر هو ده قدامها ده بتربع من بريك اسمه سيريبرال كورتي والبوستيرو كوادرنت اللي وراها كان اسمه التيك توك حتى لو دققتم هتلاقوا ان التيك توك فيه كور اللي هم السوبر كوليكس والفيريو كوليكس فوق الميد برين ده في جسم بيضاوي كبير العيله بيضاوي شويه كده كانها شكل بيضاوي زقيته كان ميكس قدام والبيز ورا لكن لما شفنا الميد برين لقينا ان السيرو ده الاوفسال مش راجع لورا كده كبير كده وبرومينت وقلت لكم ساعتها ان الصلمس اطول من الميد برين فهو يزيد عن الميد برين قدام ويزيد من ورا وفوق الميد برين بس مش لايك وفي في حاجه اسمها سب صلمس المهم اللي انتم شايفينه ده حاجه اسمها الصلمس شايفينه ولا هنشوف صور كتير قوي كده انا يهمني ان انا مش هقول لكم تحفظوا ارتب الدنيا وبعدين نتجاوب معاها الصلمس طيب شايفينه؟ الصلمس يمين وشمال بينهم كام؟ اسمها سيربيلا مش بين التوسرماي بس ده تحت الصلمس في حاجه اسمها هايبوسرمس هايبوسرمس ليه جزئين فيرتيكال وهورزونتال الهورزونتال بارت اللي هيعمل الفلو بتاع السيرف فيرتيكال اللي ظهر لو قلبته في الانتر نمبر فص اكيد ما بين البودي والبودي تمام يبقى دلوقتي ادي الصلمس اهو وده ايه التاني يمين ده الصلمس وده الفيرتيكال بارت اوف ذا هايبوثالامس بعدين يجي مع الهوريزونتال ايه بارت هتلاقي دلوقتي ان السيرف فيرتيكال مكتوب في الكتاب ما بين التوسرماي بس ده تعريف مش كامل لان السيرف فيرتيكال ما بين الصلمس والفيرتيكال بارت اوف هايبوثالامس ليه تعريف مش كامل؟ لان في نفس الكتاب لما هيجي يقول اللاترال وول هيقول لي صلمس والفيرتيكال بارت اوف هايبوثالامس لما اجي اقول سيرف فيرتيكال يبقى بين الصلمس والهايبوثالامس تمام؟ هنقول الكلام دلوقتي مع بعض. طب فين يا دكتور؟ يقول لي الصلمس ده تحتيه حاجتين بنفس الاسم اللي هيتحدد ان هم تحتيه. في عندي اسمين بيقولوا انها تحت الصلمس، حاجتين باسمهم بيقولوا انها تحت الصلمس. طيب قول لي. صب صلمس. فين؟ يقول لي فين الصلمس؟ الصب والهايبو علاقتهم مع بعض، هما الاثنين تحت. يقول لي انتروميديا يعني قدام وميديا شويه الهايبو. ورا ولاترال شويه وفوق الميمبرين على طول ده السبسترس. لما اعمل ميديا سيكشن مين اللي يبان فيهم؟ اقول ايه؟ طب دكتور ثانيه دكتور اهم من اللي هقوله بعد كده هو الرينج هغير البطاريه بس هغير البطاريه شويه كده انا بحكي الحكايه لو خدت قطعه من الوسط كده يعني هتكونوا معايا مره ونطلع ننسى كلها لكن عايز احكي التركيب مش مهم اخلص المحاضره لا المهم اللي ناخده ناخده حاجه سيبتوني دلوقتي انا طلعت فوق الميد برين لقيت حاجه اسمها ايه؟ عيله اسمها ايه يا جماعه؟ شايفين ولا لسه؟ ده عين كفر اكبر واحد في العيله دي اسمه صلمس تحت الصلمس في حاجتين هايبو وصلمس مين اللي يفصل الصلمس عن الميد برين؟ الصلمس الهايبو صلمس قدام شويه قدام الميد برين في فصه اسمها انت مدمره فصه فيقول الصلمس كده تحتيه حاجتين عاملين كده مع بعض اللي قدامه ميديا انترو ميديا ده الهايبر انه جزء فيرتيكال بارت انتوا عارفين معايا فيرتيكال بارت فكره بس الناس برضه مركزه اللي عنده مشكله يقول الصلمس تحتيه جزئين الصاب صلمس والهايبر ايه؟ صلمس الصاب صلمس بيبقى مستير واللاترال زي مثلا ده صلمس اهو يبقى تحتيه قطعتين انتروميديا اللي هو ده وبوست لاترال اللي هو ده انتروميديا ده هيبان في الميديا سيرفس از فيرتيكال بار هايبوسيرفس وفي جروف بينهم يعني هرفع ايدي كده شويه عشان في مجرى بينهم اسمها هايبو سيراميك سيركس هايبو سيراميك سيركس فين الصف سيراميك سيركس هنا اهو فين الميديا سيرفس بتاعنا ده هو ده يبقى ده الميديا سيرفس بتاع السيراميك تحتيه الفيرتيكال بار بتاع هايبوسيرفس فين الصف بوستر لاترال فلما اعمل ميديا سيكشن مش شوف الصف اشوف مين الهايبو سالامس والجروف اللي بينهم اللي اسمه هايبو سالامي سالامس
ادي السلامس. طيب المنطقه الاقدامانيه دي اسمها الهايبوثالامس توصل لتحت قد ايه؟ يقول لي هنا ده قطاع في بق الكاسبه. في بق الكاسبه الكاتيلانتير باوندري بتاع الانتر ماكرا فصة. طب لو في بق الكاسبه مقطوعه يبقى المنطقه اللي وراها دي مين؟ الانتر ماكرا فصة. وراها على طول تيومر وطلع منه الفرنيجا راح الميكروفيلم. كل ده بنتكلم عن الهايبوثالامس. اوكي اللي هو بيلو الثالامس بس انتروميديا للثالامس. الهايبو انتروميديا لمين؟ للثالامس. اوكي وطبعا ورا التوبر سيناريو في مجال اللي بيوضح يبانوا الصور الثانيه اللي جايه. تمام ايه بقى حكايه البايونير بلانت اللي كان اسمها زمان بايونير بلانت؟ في سؤال معاك كده لان كل ده انا بخدم السيرفر اللي الناس سالوني عليه. ده الثالامس ميديا سيرفيس. ميديا سيرفيس يقول لي الفير تو سيرفيس او ذا ميديا سيرفيس للثالامس اليمين والشمال بينهم سيرفر. طب بصيروا بعض بروميننت ورا السيرفر يعني ايه؟ يقول لي ده الميديا سيرفيس بتاع الثالامس كله من قدام لورا. بصي هو السيرف بنت من هنا. تمام؟ بصي هو السيرف بنت من هنا مش هنا. عشان كده البصي هو بتاع السيرف دروبلت ورا السيرف بنت كده. طب ايه اللي متعلق من البصي هو بتاع السيرف بنت كده؟ اسم سونومباري اسم بايلين بنت. كان اسمه زمان بايلين بنت. ما كانوش عارفين له وظيفه. اسم. لقيت مكتشف انه فيه هرمونات بتطلع منه. ما دام هرمونات يبقى ده جلانت. بقى شالوا كلمة بادي بقى اسمه ايه؟ باينير بلانت. فين الباينير بلانت يا دكتور؟ بص تاني معايا. سلامس اهو في سلامس الناحية التانية. البصي وول بتاع السيرف بنت اللي بينهم مش هنا. هنا. وده مين ده؟ البصي وول بتاع السلامس. طيب ايه اللي متعلق بالبصي وول في سيرف بنت كده؟ باينير بادي اللي كان بقى اسمها باينير بلانت. يعني يا دكتور لو جبنا نفس الريليشن بتاعت البصي وول في سلامس ميديا لين باينير بلانت. صح؟ لان السيرف ده خلص قبل السيرف ده والبايونير بلانت على السيرفر فبقى ميديا ريليشن السيرف ده انا بحكي لسه تبقى معايا ريليشن بعد شويه. يا ترى السلامس فوقيه ايه؟ بيقول لي السلامس شايفين ده؟ مين ده؟ ده الاسبرينيوم. طب ايه كمان؟ يقول لي فوق السلامس عباره عن في باند ابيض كده عامل قوس فوليس فورنكس. فاكرين يا جماعه لما وصلت ان البيه تخيلوا معايا البيه نازله من هنا على الباك اوف سرينيا على الباك اوف سالامس على الباك اوف ميمبرين على طول وده مش حقيقي. طب انا لو زقيت ايدي تحت السرينيا ودخلت ايدي من السالامس والفورنكس زقيت البيه قدام وبعدين شلت ايدي دخلت كرويد نكسس يبقى انت عملت كام ليرة من البيه؟ سميناها كده كرويد. ليه؟ عشان بين الطبقتين كرويد بلكسس لمين؟ يقول انت شايف السلمس ده والهايبوثالمس بينهم سيرف فينتر. هو فين السيرف فينتر في الصوره؟ ما ينفعش يتشاف سيرش سكشن لان عشان يظهر سيرف فينتر لازم يجيبوا نص تاني ويركبه. فيبقى السلمس بتاع الناحيه الثانيه والهايبوثالمس بتاع الناحيه الثانيه هيطلعوا على اخواتهم بس في كابت بينهم. اسمه ايه الكابت ده؟ سيرف فينتر. فاهمين؟ فلما دخلت هنا كرويد بين السلمس والفورنكس اللي فوقيه قلت لك رؤيه دون فيها كرويد نكسس عشان حاجتين السيرف فينتكل تحتينا واللاترال فينتكل فوق ولاترال. قلت لك رؤيه دي عشان تعمل كرويد نكسس لحاجتين السيرف وده واحد واثنين لاترال جنبين اللي هما فين؟ في السيربرال هيمسفير. يلا معايا يا جماعه انا عايز ده الكفر اللي انتوا شايفينه ده مين؟ ده السلمس اللي فوق والسلمس تحتيه مقدام شويه هايبو سلمس. فين السلمس؟ مش باين في الصوره دي لان بوست لاترال جوه ترونك البريك. تمام؟ امال ايه الايبي سالامس؟ ايه الايبي سالامس ده؟ ده جزء من النايت كفر. الله يعني انا سمعت كم جزء من النايت كفر ده؟ خمسه. سالامس كبير العين. وتحتيه اثنين. هايبو انتروميديا ده ميديال سيرفس. والصاب بوست بروجرام ده ثلاثه. والايبي سالامس هو الباينيجن. ايبي سالامس هو الباينيجن. مين خمسه؟ انت سلامس الجينيك البودي اللي موجودين بيلوع عند لاترال البوستيرو اند اللي كان جاي لهم توصيله مع الكوليكولار دول اللي سلامس. اوكي دي العيله بتاعتنا بتاعت الدايكاترون اللي فيها كام في اللي هو سيرفر ادي بالك. مين اللون الابيض ده اللي اسمه الفورنكس؟ هو بين الفورنكس والسلامس في البادي لو شفنا برين مقطوع لسه فريش نلاقي حاجه براون بينهم. الحاجه البراون اللي بين السلامس والفورنكس فاكرين لما قلت هزق البيه واشيل ايدي اخد كرات بيكسس؟
كرونيك اكسس. شوف دراعه في السكشن ده. طب مين شاطر يقول لي ايه الممبرين ده؟ اللي بيوصل الكورنكس بمين بقى؟ كورباس تلبس. كورباس تلبس. ايه؟ سيرفا مدوس لما بيجي كورباس تلبس. مين شاطر يقول لي؟ السهم ده بيشعر. السهم ده بيشعر على فشل تحت الاسبينيال. قلت اسمه عضلات صدمات. كان اسمه ترانسفيرس سيريبرال فيشر، هو ده اللي بيدخل فيه البيع لغايه الانترفنتريكولار فورم اللي هنشوفه دلوقتي ويرجع لي تاني. طبقه رايحه طبقه راجعه بينهم ايه؟ كرايد بلكسس. هنشوف صور تاني وهتكون معايا. المنطقه اللي عليها الدايره دي طب اوصف ايه؟ داير كيفر. مين داير كيفر ظهر معايا في الميديا سيرفيس؟ سارفس هايبو سارفس ايبي سارفس سب سارفس مور لاترال ما ظهرش. حتى البيتا سالامس بيلوها اللاترال بوستيريو انت. فالحاجتين اللي مور لاترال هم السب سالامس والبيتا ايه؟ سالامس. فين الداي كده؟ موجود فين؟ يقول لي كده above the brain stem between the lower parts of two cerebral hemispheres. تاني فين الداي كده؟ above. وانا طبعا كده خدت الدنيا من تحت لفوق لو تاخد بالك. مضلمه. قوم بالبرين سيربلم فورس فينت بينهم طلعت دخلت السيربرال اول حاجه قابلتني الدايت كابل يبقى مكانها فين؟ اباف ذا برين ستيم بتوين ذا لور بارت اوف سيربرال هيمسفير اجزائه قبل اجزائه شكله ايه؟ تلاقي ان الدايت كابل كل مره قدام بنام كل ما ارجع ورا يبقى عريض والعين الكبير العين عندي عمل كده الانتيرو اند اوف سيرفس نو والبوستيرو اند عريض الشكل النو وعريض في الناحيه كده على الوجه عارفين الوتد؟ يقول لي وجه شين شكل العين دي وينت شين المكان بتاعها عرفنا بارتس فهي اجزاء الدايت كيفر قلناها خلاص واكبر جزء قلناها خلاص وعلاقتهم من بعض ادينا الفرق مش مهم ايه بس ادينا الفرق ان السلبس ده تحتيه حاجتين هايبو سلبس ها هايبو سلبس سب سلبس ليه بتشوف هايبو بس ميديا سلبس طب يبقى ده سب سلبس بس ميديا ولاترال ولا الهايبو انكرو ميديا فيبقى في انتر وانتر في الصدر والسب سلبس مسترو لاترال طب فين الهيبي؟ يقول لي فاكر البوستيريور ان طول السلامس اطول من طول السيرف فينتكل لان البوستيريور وولف سيرف فينتكل هنا ومتعلق ان البوستيريور وولف سيرف فينتكل جسم سوبوباين اسمه باينير بلاك اللي بقى اسمه كان اسمه باينير بودي قبل كده هو ده الهيبي سلامس فاضل لك واحد بس البوستيريور اند اوف سلامس اللي هو ده لو انا بص من ورا يعني بيلوح الدراكر هنا فمش هيبان في الميديا سيرفس في جسمين بوديز اسمهم لاترال وميديا جينيك بودي عارف في الصدر لون الموف اللي هنا ده شايفينه ده مكان الداين كيفر والحته التحتانيه دي هايبو سالامس امال ايه؟ بيستريجلات في توصيله بين هايبو سالامس والبيستريجلات نعمل السكشن بتاعنا تاني نشوف فين الداين كيفر شايفين السالامس؟ شايفينه؟ طب ايه فين ده؟ بعدين هنا الحته دي يبقى هنا الايمي سالامس وهنا الهايبو سالامس نص سالامس فاضل اثنين مور لاتر اللي هم الصف والميتا بارت اوف كيفر اللي يطلع لسه هقول ده مين؟ سلامس هايبو سلامس ده اخر من قدام ممبرين الممبرين ده جاي من الروسترا معلش هو في عيب في الصوره دي ان لون الكوربس كالوزا نفس اللون الخلفيه فالناس تفتكر ده فراغ كوربس كالوزا مش شايفينه؟ طب حد يعرف الجزء ده منه اسمه ايه؟ روسترا متوصل بالاوبتيك كلازما ممبرين الممبرين ده كان اصلا نهايه اليورال تيوب زمان كان في تيوب اسمها اليورال تيوب مدخوله من قدام في حاجه اسمها لامينة الناس. البرين هيكبر حواليه ويفضل اللامينة دي من الروسترم للاوبتيكاس. خلي بالك من الكلام ده قوي قوي ان السيرف فينتر هيجي هنا والانتير هولو سيرف فينتر ابتدت عرف فده يا جماعه اسمه لامينة ايه؟ الناس. جاي منين اللامينة؟ الروسترم للاوبتيكاس. الروسترم للاوبتيكاس. طب لو دي الاوبتيكاس من فوق ايه اللي وراها؟ شوف السناتي فضيب لك راح لك وراه الكور ايه الكور؟ نمت ريبوت وباين بوستير كونفريت سبستنس تمام؟ ده لما نوصل للميد برين الميد برين اللي هو ده حلو ده لو يطلع عليه سهم هو ايه؟ باينير جلاند اللي هي جزء من ايه؟ ايبي سبس ايبي سبس واحده واحده كل مره هتبني حته زياده معاك هنبني مع بعض باينير جلاند ايبي سبس عايزين نشوف هنا ايه الميتا سالامس ده البرين ستيم اللي بالطول واللي فوق ده البوستيريور اند بتاع السالامس صح؟ عايز حد شكل قوي
كلكم شطار. بين البوستيريور اند اللي طالع من بينهم ده مايلين. والمايلين ده مش بس ما بين البوستيريور اند وصلبه، بينزل بدله من الاثنين كل بتاعي اللي هم الصغير وكل بتاعي في النص. دي مايلين ده البوستيريور اند وصلبه. سيبوا بالجسم بتاعه وور باي ذا بارت. صح كنت بجيب ده؟ مين دي؟ لو في الصغير كله طلع منها دراع هي والانفيرو كوليكتس رايحين لمين؟ مين دول؟ اللي جي والام جي والاثنين مع بعض اسمهم ميتا سانوس. طب والمايلين كلين ده مين؟ ميتا سانوس. واحنا قبل كده على الميديا سيف شفنا ثلاثه تانيين السالمس والهايبو سالمس صح؟ والايمي سالمس. يبقى اجزاء تلاقي كتله منين؟ سالمس هايبو سالمس ايمي سالمس ميتا سالمس الوحيد مش موجود في الصوره اللي هو الصف سالمس مدفون ما بين السالمس والميت بريف. الجنكشن ما بين الاثنين من السالمس والميت بريف منطقه اسمها ايه؟ الصف سالمس. عشان كده الصف سالمس ده بنلاقي فيه الابر اند في حاجه اسمها ريد نيوكليس تحت افواه وحاجه اسمها سبستانشي نيجرا ما اعرفش الاستانشي ايه الكلام ده. دول موجودين في الميت بريف بيطلعوا في الصف سالمس بيكملوا مع مين؟ مع الصف سالمس. اوكي مين يقول الشيب بتاع الدايكفرم؟ قلت من شويه which the site between the lower bar of the cerebral hemisphere above remisting the parts into a four you have to tell بالرغم من السبب بنت الكافت والطاي كيف لما سيبش كل الأجزاء وهيشاف فهم كلام بعد شوية بالرغم من السبب بنت اللي هو الكافت بتاع الطاي كيف بس مش كل الأجزاء الطاي كيف لما هيشاف في الباوند بتاعه تفهم؟ يعني اعرف الكلمة دي دلوقتي وبعدين ولا بعد شوية ممكن تساعدوني بقى في الرسومات مين ده؟ فين الاخضر؟ سيبك من الالوان بقى ما تقوليش اه ده كان ابيض وبقى اخضر فما عرفتوش. لما الاقي حزمه كده فوق السرمس فورنكس والفورنكس دي بينها وبين السرمس في حاجه برايتنكس شفتوا يا جماعه البيت بين السلينيوم والسرمس دخل ايدي كده لغايه فورمن اسمها انتر فنتريكولا فورمن شكل وطبعا هي دخلت برايتنكس. برايتنكس ده مصنع سي سيف الاثنين من اكتر ثلاثه ايه الممبرين ده؟ كل ما تقولوا معايا على رسومات كل ما هنيجي للموضوع اقول سيرف بنت تكون ده تراب بنت تكون تمام؟ تركزوا معايا سيرفر بنوز السيرفر بنوز ده يا دكاتره لو قطعته هدخل على لاتراب بنت عارفين اجزاء لاتراب بنت كل زي دي كده انتيرو هون بوستيرو هون انفيرو هون سيرفر لو طلعت السيرفر دي ندخل على الانتيرو هورن والسنتر الانتيرو هورن في الفرونت اهو والسنتر بس في الرايت اهو لما الانتيرو هورن في مين؟ ابر والبوستيرو هورن دخل على مين؟ اوكسيميتال صح؟ طب معنى ايه يا دكتور برضه؟ عايز تقول لنا ايه؟ ان السيرفر بلوس ده هو الميديا وول بتاع الانتيرو هورن والسنتر بار في الفتره مش لوحده مع فوركس تمام؟ اتفرج بس على الصوت مين المنطقه دي؟ المنطقه دي تبع ايه؟ هايبو سارمس ادي جزء من هايبو سارمس ده هايبو سارمس مش ايه الدكتور مين هم الاجزاء بتاع هايبو سارمس فيرتيكال وهوريزون طب الهوريزونتال ظهر فين انتر ظهر النص والفيرتيكال اهو عندي ايوه شايفين الهوريزونتال اللي طالع بتطلع لي فيه ايه عارفين حد يعرف كل المنطقه اللي اسمها ايه تيوبر سنيري طبعا ده اللي فاضيين طبعا ومين الكره؟ كاميرا دي فين النقط ده؟ بصيروا بالفريز سارمس يعني انا هنا تحتيه تنتر نمبر ايه؟ بص مقطوع كونسبشن فيه يبقى ده الهايبو سارمس كده اقول ايه ده بتفرق لا ده الميد برين الميد برين بينه وبين السارمس قطعه في شكل اسمها السب سارمس ده الجزء الوحيد اللي مش باين معانا لان مور لاتر في الصوره بتاعتنا ده بصيرو اند اوف سارمس اسمه الفاينر بارت بعد السارمس الصوره دي متشافه كده مش شايف بسرعه يلا فين مكان الدايكفل؟ اهو ده انا بقى طبعا بيترين في اللي هو البارت سيرفر مسي شكله وش اجزاء سبتيشن بتاع مين سارس وسب سارس ها وهايبو سارس وايبي سارس وميتا سارس كلهم خدوا قسم الاب اب اللي هو مين اللي هو السارس اكبر حاجه ايه الريليشنز بقى بتاعت كده حد من غير صوره انا عايز من غير صوره من غير كلام نحاول كده نفكر مع بعض اللور ريليشن هي البارتس اللي موجوده اكتر حاجه لور عندنا في الدنيا كده فاللور ريليشن الهايبر والبوستيريور اند اوف سيرفس وبينهم سب سيرفس تمام
الهايبر تحتيها هو لان انت بلوكر خاص ده اخر مش حاجه يا جماعه تترجع ممكن يكون تترجع لكن الصف صار مسحتي مين من برين يبقى انت بلوكر خاصه ومن برين ده اللي ورا طب مش هتقول لي الخبر مش الابر سيرفس اوف داي كيف المعلومه ابر سيرفس اوف صار مسيني ابر سيرفس اوف صار مسيني شمال بينهم من برين اسمه بيندينا جزء من المطاردة الأوضة بينهم كرويد بلكسس كويس برافو عليك كرويد بلكسس وايه كمان فورنكس وفورنكس وايه كمان الكابت بتاع مين لادرانفيت والكابت بتاع مين لادرانفيت ففي صامس يا جماعه شوف نفس السكشن ففي ليه قلت لكم فورنكس والسبتم بالجزء ده والكابت بتاع لادرانفيت والكورنس كلوز كل ده فوق يبقى الدايل كفر فوق ايه الاول تقول لي بيتكون من ايه وبعدين فوق ايه هو من الاور سيرفس بيصرف منهم من بريك اللي هو الروف بتاع السيرفنت الروف بتاع السيرفنت بيندي جاي من الصالة مصدر الصالة مصدر طيب اطلع فوق يقول لي في عندك كرويد بلكسس جوه كده كرويد وبعدين فورنكس سيبتم باللوستر وبعدين كابتن في لاتر الفورنكس يبقى عملنا اكبر وقلنا ايه لاتر مين دي هو الكابتن بتاعك لاتر بقى في يقول لي لاتر العيله دي في عندك نيوكلس اسمها لينتي فور نيوكلس طب دي جزء من المعصم اسمها عيله اسمها ليه جانجريا ولا بي اي؟ كان اسمها زمان جانجريا يا جماعه، لازم نكتفوا ان اي تجمع عصبي يقرر سنتر نفس السيستم يبقى جانجريا، لكن احنا جوه يبقى نيوكلس بيزل ايه؟ نيوكلس. طب البيزل نيوكلس دول عددهم كام؟ اللي هم انا مدي برمشن بحس انه تعب او مش ماشي معايا او العمليه بقت صعبه هو مش فاهم يبقى هو وصل دلوقتي لمرحله من الجهاز الذهني مش قادر يستقبل اكتر. طب دكتور ده معرف ان جهاز ذهني ما نقدرش نقسم. لان انا لما طلب مني وافقت مرتين ما طلبتوش مني قبل كده نعمل اي صح؟ كان ممكن قسمنا ممكن عملنا الكلام ده بدري قوي في اوقات بدري قوي. فضل معانا يوم اللي هو جميع اللي انا فاهم دي يعني زمان كلموني من يومين ما كانش عندي وقت فقط ما فيهاش حل غير النهارده. واكشولي انا المفروض ادي المحاضره الاولى وامشي لان تعبت جدا الصبح. فدلوقتي انا ماشي وتعبان معاكم في المحاضره علشان اشرح لكم حاجه افهمها. يبقى في المقابل مش مركزين معايا ولا بنضحك مع بعض. لو عكستوا الوضع وقفتوا تشرحوا المجموعه ومنكم ناس هتشرح بعد كده لان هيجيبوا مين دكاتره يشرحوا منكم هتعرفوا انا كنت بقول ايه ساعتها. صح ينفع البابا في البيت يكلمني ما كانش ليا اخويا معاه. لا مش هشرح. اي حد بيتكلم او بيضحك مع زميله وات ايفر ممكن يكون مثلا احنا بنضحك ونضحك مع بعض لما حاجه فن مع بعض لكن انا بشرح بحاول اتكي قوي في حته عشان افهمه حته صعبه قوي وبعدين نيجي نضحك مع بعض لو حصل ده تاني يبقى الحديث عن مين؟ محدش يقول لي طب احنا ذنبنا ايه؟ انا هلم حاجتي واروح انا في سن ما يسمحش نتحمل فهمتوني؟ هو حد يزعل مني. انا بحب ابقى صريح جدا مع طلبته. اوكي؟ اتعب معاكم قوي بس انا عايز في المقابل برضه اسكت. ان انا بوقف مركز مع الدكتور. ومعاه وبقول معاه علشان هو تعبان عايز يوصل المعلومه عايز اقول انه وصل خلاص. احنا فعلا اتعلمنا الحاجات دي ده هو ساعه الدكتور بيدي المحاضره بينبسط لما يحس انه وصل. قد يكون مش كل الدكاتره انا من الناس كده. انا كل سعادتي في ان انا احس ان انتوا وصلت لكم معلومه كانت غامضه. اوكي اتفقت معايا؟ انا عارف ممكن يكون موضوع حاجه فن فكرناها مهم بس انا مش هبقى خاطر نركز مع بعض المحاضره دي مهمه بنفهم بيها حاجات مهمه بنفهم بيها ان احنا نتكلم من غير ما نفس دي نقطه مهمه جدا توفر وقت جامد وتحتيه قلنا فيها هيبقى صار مصر صار مصر مجري لا ترديك
لاترال العله دي في يقول لي في لينت فورم نيوكليس لازم في السرابس دايركت ولا في حاجه بينهم؟ قول لي لينت فورم نيوكليس دي واحده من البيزل نيوكليس واقفه في سكه فايبرز طالعه ونازله اسمها بروجكشن السندنج والديسندنج فايبر جايه من اللور سنتر رايحه للكورتكس والعكس اللي طالع سنسوري واللي نازل موتور اللي طالع سنسوري نازل موتور الفايبرز دي بيسموها بروجكشن الفايبرز دي لقت اللينت فورم نيوكليس واقفه في سكتها عندها حل الاثنين يا تحترق اللينت فورم يا تغلفها فاللي حصل ان الفايبرز اتفرقت باللينت فورم فكانها عملت لها كبسول رتب معايا بقى ده السلامس موست ميديا دي اللينت فورم المغلفه بكبسول اسمه انترنال اكسترنال الانترنال كبسول اخطر لان فيها فايبرز مهمه كتير جدا فيقول لي يبقى السلامس كبير العيله بتاعتنا لاترال ليه اللينت فورم بات سيبريتد فروم ايت باي انترنال كبسول دي اللاترال ريليشن يبقى ريليشن اوف دايكيفرو اباف احط ايه تقول لي الكفر سيبس دايكيفر معمول من الكفر سيبس والسلامس والبندل فورين تيلا كرويدي جواها كرويد ليكسس وفورميس وسبتا من لوستا وكابتن لاترال بيلتي كورباس هايبوس بينو الهايبوسالامس والسالامس بينو من الميد برين تمام لاترال احط ايه ترنا كبسول ترنا كبسول والهيد فور نيوكليس واحدة بيزنس كده ريليشنز اوف دايكيفرون اللي ليه كافيتي اسمها سولف دايكيفرون سالامس ممكن نقول السالامس مع بعض على حسب ما احنا فهمنا لا لا سالامس سالارش بارت دايكيفرون صح شكل اوفل العيلة كلها ويتش لكن هو اوفل هو واحد من العيلة زي ما انتم شايفين اهو شكله بيضاوي الشكل والايركس بتاع الاوفر ده قدام والبيز العريض دون اللي اسمه صعب شويه والفاينل بارت ده هيكون طيب يبقى الشيء اوفر تعالوا نشوف الرسمه دي بعد الريليشنز مع ايه ده؟ قدام الايركس بين الانتيرو اند في سامس وبين الفورنكس شايفين الفورنكس؟ في فرق مونرو اسمها انتر فنتريكولا فورم اوف مونرو بلاش المرود لو مش فاكرها انتر فنتريكولا فورم الفورم دي توصل من السيرد فينتري للهاد مع اللاترال فينتري توصيله من السيرد واللاترال من مين بيوصل السيرد بالفورس شايفين دي الاكوداكت اوف ميد بريك اللي انت شايفينه ده الباك بتاع ميد برين والباك بتاع توصل ماي وهنا هنلاقي ان في حاجه متعلقه بالسيرد اوف سيرد فينتري اللي بين توصل ماي اسمها بايلين لاند بين التو سوبيريور كلوكيلار طبعا كل الفريق ده زرع البادي ايه بتاعها هنتفرج على صور بس هنا ده التوستيرو اند اوف سالامس اهو ودي بايلين جلاند منهم وادي السوبيريور كلوكيلاس تحت وعندنا طبعا بيلون ادي لك التوستيرو اند في اللاترال والميديا في شريك الفوق الصوره دي باين فيها حاجه مهمه الصوره دي النقط دي بتمثل التوستيرو اند اوف سالامس فاكرين لما قلت لكم الصالمس بصي هو الاستاذ ده كده مش هنا وايه اللي متعلق بالبصي هو ده؟ يقول لي جسم صنوباري اكسمالي بلان والجدر بتاعها فيها فايبرز بتعدي من الميد لاين من اليمين الشمال تعمل كوميشرز تو كوميشرز مع الايد في الستوب بتاعها قبل الابر واللور ريتش صالمس اوفر ان شيك انتيرو ريتش بصي ريتش مين جاهز معاك؟ انتيرو ريتش فورمن اوف فورمن اسمها ايه؟ من روم فورمكس الاخضر ده فورمكس شايفينه طيب انا عايز الريليشن العكس والفايتال من شط دول مين دي ريليشن والفايتال بارت فاكرين الاسم اللي كان متعلق بالاوسيرو اوف سنتر ريد كده باين ده طب طب فوق الاوسيرو اند اوف ذا سيرفس سبلينيوم وبينهم فيشر فاسم الفيشر اللي بينهم ترانسفيرس سيربرال فيشر وده بيعدي فيه كده كرويد صح والكرويد ايه ريفلكس طب بيلو بيلوزا بوستيرور اند ميد برين وبيلو عند لاترال ميتا سالامس الميتا سالامس على اللبنان فبيلو الباك ميد برين اللي هم الكليكلاي طبعا وبيلو عند لاترال ميتا سالامس طب طب مش الصوت مش عايز الصوت اول صوره ايه انا قلت انتيرو بوستير الريليشن بتاعتهم انتيرو اند خلاص فرق بوستيرور اند قلت ميديا واباف وبيلو صح سالامس نفسه بين البوستيرو والانتيرو اند أباط، إيه الأبر ريليشن؟ كده يا دكتور الإكسترا أحط إيه؟ فوق السلامس ترايب نكسس فورنكس سيبتم بلوس ده كابتن فلاتر الفنتر لو طلعت خطة كورنس طب بيلو إيه اللي تحت السلامس؟ هاي بو سلامس
الصلصال مصر اللي بيفصله عن الميمبرين. الصلصال مصر اللي بيفصله عن الميمبرين. طب مين جنريشن بس الميديا سيرفس جزء ورا السيرفر وفي حته من الميديا سيرفس لازمين في بعض عاملين اديشن انتر سيراميك الحته دي ما فيهاش كارت اسمها انتر سيراميك اديشن اسمها ايه يا جماعه انتر سيراميك اديشن ده الميديا اديشن سيرفر برافو عليك الفورمز بقى ثلاثه الهول سيرفر ليت فورم بس سيبريت فروم ات باي جوز ميد الثلاثه كبسوله طبعا اللي بين السلامس والليت فورم ده البوستيرو ليف يبقى لاتر ريليشن يبقى الليت فورم والبوستيرو ليف انترنال كبسول امتي صح. طب مين شاطر يقول لي بلاد سبلاي مش مكتوبه مع السلامس في الحته دي بس بتبقى ورا بلاد سبلاي في السلامس بتاخد مين سنترال رانش سبوت بوستيرو برافو السلامس بيتو ايه وظيفته ده السكرتير بتاع البرين كل الامبلس اللي طالعه سيلسور الامبلس طالعه رايحه للبرين ما عدا الاسمين بتعدي عليه على الميديوتي. تمام؟ يبقى كده خلصنا السلامس. فورم بقى مع بعض على الابر والدور ريليشن. ادي الابر ريليشن اوف سترويد نكسس فورنكس سيبتا بيجوسكا كافيتي كورنس كادوسكا. بيلو الهايبر سلامس والسب سلامس الناحيه الثانيه الشمال. ففي السكه السكه. ففي اللي قلت لكم ان الميديا سيرفس والسلامس تحتيه الهايبر سلامس في جروب منهم. هايبو سيراميك سلامس بس خلي بالكم اللاتر رول اوف سيرف ديفنتكت عارف كده. اللاتر رول اوف سيرف ديفنتكت ميديا سيرفيس اوف سيرامس مش كله كيلو تو سيرف تمام زائد فيرتيكال بارت اوف هايبو سيرامس والسيركس ان بتوين اسمه هايبو سيرامس اكشوال روف عربي لسه ما كنتش سبت ففي الممبرين اللي شدته بين الاثنين سيرامان ايفنتشن وفوق اللي بيدي ما في تيلا كرويتي وكرويت تكسس طب الفلور ففي الفلور معمول بايه؟ هورزونتال بارت بتاع هايبو سيرامس اللي هو هيظهر از انتر بلانكر فوس اوكي؟ لسه ما فيش سيرفيرت اللي كان مخوفكم قوي ده الهايبر سيرامك سيرفيس طبعا دي السكشن ده بقى عشان هنشوف اللاتر ريليشن عندنا في الاول يقول لي ده كورونال سكشن يعني انت عندك سيراماي اثنين سيراماي بينهم كافيتي اول مره نشوف سيرفر لينكت واول مره نشوف الهايبر سيرامس ليه جزء سيرامس وسيرامس تحتيهم الهايبر سيرامس عامل كده وكان في الوسط اسمها سيرفر لينكت الصوره دي هتشوف ميديا ريليشن لاتر ايه ريليشن لا شايفين السلامس؟ طب شايفين الهايبر سلامس فين؟ لما الاثنين تحت مع بعض عاملين زي حرف اليوم بس الاثنين يمين وشمال فين الفيرتيكال بارت اهو؟ فين الهوريزونتال بارت اهو؟ اوكي ايه السلتس اللي بين الفيرتيكال والميديا سيرف ده الهايبر سلامس يبقى الميديا ريليشن الكاف ده الكاف النقطه اللي انت شايفينها دلوقتي بين الفورمكس والسلامس ده التينا كورويدي والكورويد نكسس اللي داخل لاترالي احط ايه ده؟ تعمل كبسول يبقى دي مين؟ لينتي فور ليمبس خلاص خلصنا الميديا واللاتر ريليشنز سيرفنت سؤال مهم قوي مين يقول لي اول حاجه في سيرفنت ديفينيشن تيز كابسول هل هو يمين وشمال ولا ميديا؟ ميديا كابيتي انسايد داين كابيتال بتوين ذا تو سيراماي اند فيرتيكال بار اوف هايبر سيرفس مش مكتوب في ديفينيشن لكن بقولها في الاخر عرفنا الصح خلاص اهو شايفين الجزء دول ده السيرفر بس عشان يكمل لازم احط نص البرين التاني عليه من غير ما يتلصقوا في بعض طبعا انت عندك هنا في سلامس وهيبو سلامس تجيب الناحيه الثانيه تحطها على الكلام ده وتخلي بالك ان السبيس اللي بينهم مش كومبليت في حته ديفكت شايفين الدايره اسمها انت سيراميك اديشن كابت هنا اوبريتد مفيش سيرفر في الحته دي جاهزين Boundaries of Cell بعد ما عرفنا مكانه عايزين نعرف يا ترى الانتيرو وول معمول من ايه؟ ده قطاع في ميمبرين جاي من الوسط وراح لغرفه الكاسما لكن الناس قايمين ورا لجنه الناس يا دكتور في حزمه من نيرفز عامله زي الكوميشن فايبر جاي من اللاترال روت بتاع الفاكتور تراك تكبر اليوم وتعدي هنا حاجه اسمها التيرو كوميشن. لا التيرو كوميشن هو صفه بطريقتين، مره قالوا ورا اللامين على طول. ومره قالوا بارشل امبيدد مدفون في اللامين. لانها مش متبطين حواليه. تمام؟ لكن كده كده انا مش محتاج اوصفه، انا كل اللي محتاج اقوله في الانتيرو اول اوف سيرد فيت كده ثلاث كلمات. قلنا كلمتين. لامين الاندنس وراها حزمه. والحزمه دي اللي بتقطع سيكشن كده تبان دايره. اسمها ايه الحزمه دي يا جماعه؟ انتيريور كوميشن. لسه الانتيريور نص لان في حاجه ثالثه خضراء وراها. هو
الانتيرو كولا اوف فورمس. ده الانتيرو هول. طب الاوستيرو هول تعرف عامل ايه يا دكتور؟ اكيد بعد الانتيرو هول الاوستيرو هول. الاوستيرو هول فيه الابيسايز. الاوستيرو هول متعلق منه؟ بايلين جلاند. والبايلين جلاند دي في الجذر بتاعها في اتنين كوميشر تاني موجودين. الاوستيرو كوميشر. اذا كان الانتيرو كوميشر في الانتيرو هول يبقى اللي ورا ده واحد منهم الاوستيرو كوميشر. الاوستيرو كوميشر هابينيور كوميشر. هابينيور. تخيل الاسم ده لكن ما شاء الله هابينيور كوميشر. لان البوث سايز الفانيل جلاند متعلقه كده على جانبي الاسطوب بتاعها في منطقتين فيها نيوكليار اسمها هابينيور نيوكليار. جزء من سيستم اسمه ليمبيك سيستم. السيستم ده بيربط الاسمنت بالفيسترال اكتيفيتي بالميموريز بالايموشنز. بالفيسترال اكتيفيتي لما تشم ريحه السلايفا تشتغل الانتستن تشتغل. طب ممكن اسمع صوت ولا قصه البطن بتصوت صح؟ هل سمع قبل كده بطنه وهي بتعمل صوت؟ تمام؟ يبقى دلوقتي عندنا في كونكشن بين الاسمين. لو انتوا شفتوا واحد صايم ماشي من طول ريحه الاكل مش هيجيب سكه الاكل بس المره تبدا ريحه تطلع يبتدي بقى ريقه يجي. لما اعرف واحد عنده مشكله في الاكل او يموت قبل ما يفطر قبل الصيام ما يخلص وريحه الاكل تطلع يبتدي بقى ايه؟ قال بس اكل بشكل غير متوسط صينيه بطاطس باللحمه بالفراخ يقول لي كده هو احنا نجيب وبعدين نجيب البطاطس بالصلايب هي الصلايب عماله تشتغل ليه؟ الليمبيك سيستم. امال ايه الايموشن والميموريز؟ الايموشنز والميموريز ساعات تشم ريحه تفتكر تفتكر حاجه مكان معين. يعني مثلا انا عن نفسي افتكر ريحه خشب محروق في الريف لان هو بيتدفى بالخشب المحروق. ابني شم ريحه السبيرتو افتكر حقنه بديها له يجي لي على طول اقول بابا في حقنه ما بنستعملش السبيرتو ده غير كده لا مفيش حقنه على حاجه طبعا في ذهني. ممكن تشم ريحه بيرفيوم معين تفتكر شخص بيحطها في مكان ريحه فلان البيرفيوم طبعا لان هو ده متخصص ده بيفكرني بيه الميموريز ده اللي بيحسسك اللي بيربط الاسمين بالميموريز وبين الايموشن الهابينر نيوكلاي والهابينر كوفيشن جزء منه. تعالوا نروح للاي بي سايز تاني اهو بايلين جلاند. ايه اللي فوق ده؟ هابينر كوفيشن الستوب بتاع بايلين جلاند مش موجود خدت بالك؟ في شكل كان الكابت بتاع السيرفر اللي داخل جوه يعني عشان تخلي بالك من الكابت. البوستي وورد بتاعه كمان فيه خبر اند بتاع كمان شايفين الدك دي موجوده في البوستي وورد برضه خبر اند اوف ذا اكودكت اوف ذا جنريتور. مين يقول لي الانتيرور وول والبوستي وورد بتاع السيرفر اللي ذاكوا معايا؟ الانتيرور وول في ثلاث حاجات لامينا كوميشن ممكن ما تبصش على اسمها لامينا كوميشن انتيرور كوميشن وايه كمان؟ انتيرور كوميشن فورمس بوستي وورد ستوب بتاع بايلين جلاند في تو كوميشنز يعني فيها هابينرا وبوستيرو ايز كوميشن والابر اند اوف دات نازله في الميدبرين اسمها الاب اند دات في بعد كده هنروح للاترال وول. يا ترى اللاترال وول بتاع السيرد فيرتيكال يقول لي انت شايف هنا صلمس وده الفيرتيكال بارت فايبر صلمس هاتهم بتاع الناحيه الثانيه حطهم عليهم وسيب كافيتي بينهم يبقى السيرد فيرتيكال موجود بين ايه وايه؟ يقول لي بين الميديا سيرفس اوف صلمس مش كله الكيلو سيرف والفيرتيكال بارت اوف هايبر سلامس والسيركس اللي بينهم ده اللاترال وول بتاع السيرف اهو ناخد السكشن بتاعنا ده اللاترال وول والسيرف بنتكلم يمين وشمال زي بعض ميديا سيرف سلامس تحتيه فيرتيكال بارت اوف هايبر سلامس وبينهم سيركس اسمه هايبر سلامس سيركس. هسه الفلور ايه؟ الفلور بتاع السيرف بنتكلم اشوف فيه الفلور هو الهوريزونتال بار هايبو سالامس بدءا من اوبتيك كازما لغايه لما اوصل الميد برين. طب ممكن تقول لي الدور الفلور من قدام لورا؟ على فكره انا خليت الهجوم قبل كده بصور تاني من قدام روما كتير انتوا مستير السر ده في المكان ده شايفينه؟ الفلور من اول هنا لغايه هنا قول معايا سهل مين اول حاجه ده؟ اوبتيك كازما ورا اوبتيك كازما ولا سمعت فاسكيليا طبعا من اهل الفضيله ايه ورا ده؟ وبعدين بصير بعد نوصل للميد برينرز يبقى الفلور اوف سيرف بنت من قدام لورا خلي بالكوا اشيل الصوره وهتقولوا الباوندرز كلها بتاعت سيرف. طب مش هتقولوا لي هو يقول لي اللاترال وول ده عماره فيها سلمس وهيبو سلمس يمين وعماره ثانيه سلمس وهيبو سلمس شمال وبينهم شارع عايز اعمله سقف بندي وفوق اللي بندي ما كده كورونتي فوق الكورونتكس زائد الاهتمام بتاعته عشان يعمل سي سيرف في البدل تمام. طب ايه رايكم السيرف فيرتيكال
الناس اشتكت منه الى بس نقول الريسيسس الاول نيو طبعا نقول الريسيسس يا جماعه مين يقول لي سير ديفنت تبداي التعريف بتاعه دكتور معلش الصوره اللي فاتت الفلور تاني اهو الفلور اهو فين السير ديفنت الاول انت لو مش فاهم فين السير ديفنت كده مش تفهم الفلور المنطقه دي سرطس وده هايبر سرطس سرطس هتعرف يوصف لي الهايبر سرطس سرطس بيمتد من فين لفين من فوق لغايه الاب ده بيدي رابد فلو فلو وتحتيه ده الفيرتيكال بارت اوف هايبر سرطس الفيرتيكال بارت اخر هو هيديني كده ويعمل ايه؟ الهورزونتال بارت لور فلور الفلور اللي هو موجود في الانتر نقلر فصه عرفت ليه انا وصلتها؟ بالرغم انها سهله عشان اوصل للنقطه دي اوصل من الفلور بتاع السيرد فنتكل هو الانتر نقلر فصه طب اول حاجه في الانتر نقلر فصه اللي هو كان ايه؟ كاسم وكان وراها تشومر سيناريو لازم منهم هو اسمها الكونديمنا بعد ما بيلاقي بادي وبعدين بصير بفريد سبستنس واخيرا هيشاركني التجمنتم او التجمنتم قبل ما اقول ريسيست مين شاطر يعني سر تيزا كابتن باين كابتن ميديان كافيتي انسايد ذا داين كابتن عايزين الباوندرز بتاعته انتيرو وسيرو فلو روف بعد ما تقول الكلام ده لاترا رول وبعدين الجيوب اللي طلع منه يعني كابتي امتد جوه ايه؟ في واحد نمره كام؟ يلا يا جماعه قولوا معايا انتيرو رول بتاع السيرفر انت في مين؟ ثلاث كلمات لامينا ترمينات الترتيب كده تقوله فروم بيفور بعد لامينا ترمينات انتيرو كومنت فورنكس انتيرو كومنت فورنكس طب بصوا باينيل بادي باينيل جلاند والستور بتاعها اللي معدي في اثنين كوميشن ستور كوميشن والهايبر الستور ده كان مشوق بين الاثنين كوميشن عشان الكابت داخله جوه الستور عامله ريسيس يعني طب الاثنين كوميشن فوق اللي اسمه هابينا واللي تحت اسمه ستور كوميشن طب ده الانتيرو والستور اللي انا بقول ايه انتيرو بار اوف ذا ميديا سيرفس هايبو سلام سكس وانه جزء من هايبو سلام لا يمكن بار اوف هايبو سكس ده اللي انا بقول موست اوف ذا ميديا سيرفس اوف ذا سلام هايبو سلام سكس فيرتيكال بار هايبو سلام طب الفلو هورزونتال بار اوف هايبو سلام ونحكي بقى اللي فيه من قدام لورا نحط ايه؟ من قدام لورا نحط كذا بعدين سوبر سيناريو وراها معنى ريبوت وراها وبتيجي في الفريز وبعدين من بريك طب الروف ايه؟ ايفنت وفيها كده فرايدي لو عايز اطلع لفوق شويه كمان بس مش ضروري احط الفورنكس احط السته من الوسطى احط اللاتر البنت كده مش صعب لان احنا فاهمين اي حاجه ممكن ايه نقول انت سيراميك ادهيشن ده لا يعتبر كوميشن عشان هو مش وايت ماتر ده جراي سلمس في جراي ماتر نيوكليار سيلز فالسيلز دي في ماس موصله بتوصل ميه ببعض عشان ما حدش يقول لي انت سلامك الحديش ده واحد من الكوميشنز لانه ربط يمين مع شمال بيعدي في السيرد فنتكل والحته اللي عدى فيها ما فيهاش كلمه بس حواليه فيه لا يا جماعه ريسيس اوف سيرد فنتكل مين جاهز يقول لي بين اللامنه تربنال سقوط الكازمه اوبتيك ريسيس ريسيس اوبتيك ريسيس ومنين من التوبر سيناريو جوه الانفانتيلا انتوا عارفين التوبر سيناريو ده اوبا نازل منها بوبو ففي كافيتي داخل جوه الانفانتيلا انفانتيلا ريسيس خلاص ورا جوه الباينير بلان باينير ريسيس وفوقيها سوبر باينير سوبر باينير وباينير يبقى سوبر باينير ريسيس وايه وباينير سوبر باينير وباينير سي وول تو ريسيس تمام وفي الفلور تو ريسيس واحد مع الاوبتيك كازما يبقى اوبتيك ريسيس واحد مع الانفانديبلر يبقى الانفانديبلر ريسيس يعني كان طلع اكستنشن منه دخل جوه حاجات ثانيه فدي يسموها ايه؟ يسموها ريسيس انا قلت في الاول كوميونيكيشن هاو تو سيرف فينتكل كوميونيكيتس ويز اذر فينتكل مين يقول مع اللاترال عن طريق مين؟ انتر فينتريكولار فورامين اوف الهول كانت موجوده قدام السانس طب مع الفورس فينتكل برافو سوبر ادي انتر فينتريكولار فورامين مع اللاتر فنتكل وادي الاكل بقى مع مين؟ مع الفورس فنتكل كده اعتقد وصلنا لمرحله عملنا فيها جزء حلو انا كان المفروض اقول لكم الوايت ماتر مع التركيز على الكوربس كالوزي ولا ترمي بس طبعا انتوا شكلكم خلاص
اكزوستد ما كمل كمل مش مملة الفايت اللي معاك بوش وهتلاقوا تقريبا نفس اللي هو بس كمل كمل هكمل المهم اللي هو اللي هي ممكن يقوم ويتفرج عليه محدش يبقى قاعد مكسوف انه قاعد عشان انا ما اشوفوش وزعه لو قمت وانا قايل قوم مش هزعل اوكي اتفقنا ده لا اللي تعب اللي بيحب يقوم اتفضل خير زمايلكم الكابتن بيصوروا لكم كل حاجه ايه اعمل ضهري عشان ما تشوفش يعني تصوير ما تكسبوش انا اللي قمت انا كنت بستنى عشان يزعل مننا ما سلمش عليك ما بزعلش اسعد بسرعه واروح بسرعه واذا كنت النهارده قلت لكم شويه ملاحظات كده ده عشان انا بحس ان اكبر من كده مش بس كنت اعلمكم علم لا اعلمكم ازاي مانيش زي الحصان خلاص جنزيد خدتوا بكره مش ازاي قلت الوقت مثلا ولا تربيت كده يبقى اكبر كم قلت في حياتي مفتوح اكبر كم سمعتوه بس يا رب تكونوا سمعتوه بطريقه لو تسمعت كده مش كده انا ماشي بريت انتوا عارفين حبطينا جزء في الغلط ضل الفورس بالبرين الفورس بنت بالسيربيلا باين كيف لهم السيربيلا والسارس كل دي اسئله دلوقتي داخلين بقى على السيربيلا دلوقتي حاجه السيربيلا بالسيربيلا بيتكون كده كورتكس وبيقولوا عليه جري ماتر لان الخلايا لونها رمادي وده اللي فيه فانكشنال اريا موتور اريا وهيرنج والكلام ده كله تحت الطبقه اللي اسمها الكورتكس دي في عندنا ثلاث حاجات. وقت متى اللي هي الحيات العصبيه اللي جايه من الكورتكس سواء نازله كموتور او رايحه كسنسوري ففي عندنا وقت متى ودي هنقسمها ثلاث انواع وعندنا نيوكليار نير البيز اوف سيريبرال اسمها بيز النيوكليار ودول اربعه لينتفور كوديت انيكدرايت بروسترا وعندنا كابتن اسمه لاترال ايه؟ لاترال من دول عشان لو احنا عايزين نكتب اولويات مين نمره واحد؟ مين اللي انتوا عارفينه كويس؟ الوايت ماتر والكوربس كالوزي معقول لاترال بيت اللي هو اللي شويه بس سابوني ما اقدرش اوصفه لان في الباوندرز بتاع حاجات من الوايت ماتر فهقول الوايت ماتر بسرعه اللي انتوا عارفينها كويس واللغه معاه اوكي يلا يا جماعه سيريبرال كورتكس تحتيه وايت ماتر بيزا دي بي اي لاترال فينتر نبتدي بالوايت ماتر الالياف اللي لونها ابيض اللي حواليها مايلين شيز ليه خدت لون ابيض عشان حواليها مايلين شيز اللي جوه السيريبرال هيمسفير يقول لي بتمشي في ثلاث سكتين وعلى ضوء ده بقسم الوايت ماتر النيرف فايبر الى ثلاث انواع في فايبر بتوصل ديفرنت سنترز على السيم هيمسفير من دايرس للدايرس اللي جنبه قصيره او من لوب للوب اللي جنبه طويله اسمها اسوشيشن ودي ما تعديش الميد لاين ودي لو عملت سيكشن فاشله سيكشن ما تقعهاش ده اول نوع بيربط ديفرنت سنترز على نفس الناحيه مع بعض في نوعين شورت ونوع اوكي النوع الثاني فايبرز بتربط سيميلر سنترز مع بعض والنوع ده لازم يعدي الميد لاين لانه جاي من السنتر اليمين للسنتر الشمال ولما يعدي الميد لاين اقطعه يبان معايا في كات سيكشن شفنا ثلاثه منهم اكبرهم الكوربس واحد سؤال اسمه انتير كوميشن سيو كوميشن هبيدو كوميشن اللي كانوا موجودين في السيرد باتري صح يا جماعه؟ ثم ايه النوع الثالث؟ فايبرز اسندنج رايح على الهاير سنسورز زي السنسور وفايبر ديسندنج رايح على اللور سنتر زي الموتور ودول يسموهم بروجكشن ودول يسموهم بروجكشن من الثلاث انواع دول في نوعين ما بيعدوش الميد لاين نوع واحد لان البروجكشن بيعمل كروس هيعمل راس بس ليفلز ايه؟ ليفلز مختلفه مش هتبان معايا في البرنت انا بتكلم على الايمان في البرنت لا لا اسوشيشن فايبر مين يقول يعني فايبرز كونكتنج ديفرنت سنترز على السيم سايت وزود كروسنج الميد لاين في نوعين شورت ولونج شورت من جايرس لجايرس ارك فايبر عامله زي الاقوى بصوا الهجه ازاي لان انت قلت الحته دي سهله عشان نوصل لترال بيت اللونج يقول لي طول البرين طول السيريبرال في عندي سوبيرو روتينال باندل وفي عندي انتيريور بطول ايه؟ السيريبرال وعندي اثنين يلفوا على حاجه تعالوا شوفوا
اللي بيلف على اللاترال سالكس من الاوربيتال التمبرال بول اسمه انسينيت فاسيكولس، واللي يلف حوالين الكوربس كالوزا ادي الكوربس كالوزا اهو ده اسمه سنجلر. اوكي ادي بس الشاشه كويس، نقطه تفاصيل عشان هو سهل نيجري كوميشن وهنا قوي عشان هو سهل نيجري كوميشن وهنا قوي اه نخش دوره رقم هي التبت. الكوميشنر فايبرز اللي عندنا عرفنا انهم مين؟ انتيرو بوستيرو تابينيوم كوربس كالوزم، في واحد ما فيهوش اسمه كورنس كوميشنر كورنس او الهيبو كامبر كوميشنر. الهيبو كامبر كوميشنر في عجاله كده، ده جسم موجود في الانتيرو بارت اوف سيريبرال تمبرال لوب حواليه فيروس سنداره هيبو كامبر فيروس. هذا الهيبو كامبس لو طلع في سيكشن كده يبان زي سمكه من اسماك الزينه اسمها سي هورس. السي هورس دي اسمها هيبوكامبس. هذه الجسم بيطلع منه فايبر، الفايبر دي بتتجمع لورا تعمل كراس كورنكس. كراس كورنكس ورا الصلمص تطلع فوق الصلمص التو كرور يقابلوا بعض ويعملوا البودي اوف كورنكس ويتبادلوا الفايبرز. يبقى اليمين الهيبوكامبس اليمين بقى الفايبر الهيبوكامبس الشمال بقى ايه؟ كومبشن. الكورنكس ده يمشي فوق الصلمص وبينهم الكورايد بلكسس فينزل داون قدام الصلمص وبينهم فرق انت بتدرك الفورمن وبعد كده ما بشوفوش ليه بيتكن جوه الهايبوثالمس تلاقيه فجاه الانتيرو كولوم كورنكس ده دخل اللفه دي جوه الهايبوثالمس بان عشان يوصل لفين كورتين في الانتر دكتور بص اسمها الميموري بودج. طب برضه كلام سريع اسمه ايه كامبر او كوميشن اوف كورنكس. اما مين المهم قوي على الكورنكس؟ تعالوا نشوف كده الكورنكس كلوزا ايه؟ اولا دول الكوميشن كل واحد مكانه فين؟ ده الانتيريور وده الكورنكس كوميشن اوف كورنكس. ابين هنا؟ بوستيريور هيبو كامبر كوميشن اللي هو الكورنكس اللي فوق الصلص وقدام الانتر بتريبر فرنك ده رايح للميمال البودي كل ده بسرعه كده. الهيبو كامبر مفروض هنا يا جماعه ده الفايبرز من الهيبو كامبر يطلع فايبرز شو الاسامي يطلع فايبر تتجمع تاني ده كراس ده كراس. المفروض هنا في مين؟ توصل مايت وبينهم مين؟ السيرد بيرد ورا توصل مايت كورنكس ستار كراس يبقى يقابلوا بعض توصل مع بعض تريانجولا ده البادو كورنكس. هو ده البادو كورنكس اللي تحتيه كرويد بيكسس اللي فيه ستة بلوستة ولا تربيت. بعد كده البادو كورنكس لسه مرة تانية انتيرو كولر وانتيرو كولر ينتهي في الكورتين دول مملري كورنكس مملري ايه؟ تبقى معاك كوبايه تتفرجوا عليها انتوا عايزين. ايه الريليشن بتاع الكورنكس؟ البادي اوف كورنكس فوقيه سته ميلوستر وده كان في ده كان في التعميم لاترال فيرجن وتحتيه كده كرويدي كرويد تكساس والسيرفر. ده ريليشن بتاع طبعا مستلمات ده ريليشن بتاع الكورنكس خطير جدا كورنكس كالوز. سؤال مهم جدا اوكي ده السؤال الموضوع الاخير اللي بعده على طول لاترال فيرجن ونقول نروح ساعدوني في الكورنكس كالوز يخلص بسرعه مش هنقول لاترال فيرجن. يلا يا جماعه كوربس كالوزا ايه هو الديفينيشن؟ ده كده اللي بيوصل ما بين التو سيريبرال سفير اكسبت الاماكن اللي اتوصلت بالاذر كوميشن. اوكي عندي كتير كوميشن كوميشن ما بين الكوميشن والكوميشن والكورنكس الاماكن دي اللي فاضل بعدها او اللي باقي منها ده بتاع ايه كوربس كالوزا شكله ايه؟ اولا هو موجود فين؟ يقول لي موجود في الفلور كوميشن. عارفين مش في الفلور بتاعه لو مسكت بريك كامل قبل ما نطلع نصين وفتحت كده لحد هنا تلاقي ايدك السكه وقفت في حاجه بالعرض كده ده مين ده؟ يبقى هو بيعمل الفلور بتاع مين؟ ميديان اللي موجود لنا الفشر وفوقيه اللور اوردر بتاع فولد ديورال فولد. مين الفولد اللي فوقيه؟ بارك سيربرال وماشي فيه ساينس اسمه امبيريال ده المكان شكله ايه؟ سي شيب لازم اكمل كلامي اقول انساش ترانسكشن يعني هو ما دام ما عملتش سكشن ما اقدرش اقول عليه سي شيب ان دي فايبرز جايه من كل الجهات ومعديه فار سكشن فيه يبقى سي شيب. بعد ما قلنا شكله ان هو سي شيب بص معايا كده مين الممبرين ده؟ واصل ما بينه وما بين الكورنس ما بين الكورنس في جزء بره اللعبه ادي سبيشال سكشن بص الكورنس كان نظر شكله ازاي تقريبا سي شيب اهو ايه البارس الكوربس كالوزم ده اللي بعمل مستوره اللي يطلع عليه الانسان هو ليه
نزل منه لامينة القط الكازمة اللي كانت بتعمل الانتير هول بتاع السيد دفنسكي، لكن هو نفسه هيعمل فلور بتاع الانتير هول بتاع الدرانيك. يقول لي الكبت اللي من هنا توقع صدر عامل لي كده، ده اسطر ده جلو ده بطن، الكبت دي انتير هول بتاع الدرانيك. لسه ما قلناش بس عرفنا الفلور بتاعها اسطر، الانتير هول بتاعها جلو، الهول بتاعها بطن، الميديال هول بتاعها سيبتم بالوسطى. ايوه سيبتم بالوسطى. التسلت اللي انا عملته، التعب اللي احنا عملناه مع بعض، الرسومات الكتيره دي. السيبتم بلوز ده مع الميديا هول بتاع الانتير هول والسنترال باس. وفلاترال ايه؟ فنتريكل. هو ايه اللي يفصلوا مع بعض؟ لما اخد اللاترال فنتريكل يقول لك فاكر الانتر فنتريكل فورم؟ لو خدت فيرتيكال لاين عندها قدام اللاين ده الانتير هول ورايا يبقى سنترال باس لغايه الاسترينيوم. وبعد كده من عند الاسترينيوم يخش الاوكسيبيتال لوب ده الاوسيرو هول. من هنا انزل على التمبرا لوب ده الانتير هول. عشان نسبة احداث. بس الشيء الاسكر ده الاسكر. ماذا ايه؟ ايه علاقة بلاتر البنت؟ تيرو هور برافو عليك. ماذا ايه؟ بادي. بادي. ايه علاقة بلاتر البنت كده؟ بيعمل الروف بتاع التيرو هور والسنترال بادي. فين الفورمة دي يا جماعة؟ مش باينة أوي. الفورمة دي لو خدت خط الطول كده يبقى قدامها التيرو هور وراها السنترال بادي. يبقى البادي ده هو الاثنين. ماذا ايه ده؟ كلينيا. تعرف كده الاسكلينيا. هو النص بصير انت تحتيه سالكس. ترانسفيرس اوكسيميتر اللي كان بيدخل في التيلا كرويدي وكرويد تكساس وهيطلع منه الجريد سيريبرالدي. ريليشن. مش موجوده في الكتاب. بس قولوا لي ايه في الصوره طلعت عشان لو انا عايز اسال على ريليشن اقدر اعمل. ده مين ده؟ ده مين ده؟ فورمس. او ما تذكرش مين الارض ده؟ ده الانتير سيريبرال ارتري اللي ماشي حواليه مع عدد الروسترا بسرعه الروسترا فوقين كام فوق الانتير هون فوقين سيبتا في الوسط تحتين هيبقى الانتير سيريبرال ارتري ولما ترمينال طبعا الجنون الجنون يا جماعه هيبقى قدام الانتير سيريبرال ارتري لان الجنون زي واحد كده ورا ايه؟ ورا الشروط فين؟ كابتن الانتيرو هور وسيبتم بالوسط. البادي. وايه؟ الانتيرو سيربرال ارتري ده ثلاث مرات بس الاتجاهات مختلفه. فوق البادي الكوربس كالوزا الانتيرو سيربرال ارتري. طب وايه كمان في ايه؟ فوق البادي. لور بوردر اوف فالس سيربراي وفي سايدس ماشي فيه. طب ايه اللي تحت البادي؟ كابتن الانتيرو هور وسيبتم البادي وفلترال بنتر بس؟ لا مش سيبتم بالوسط والفورنكس. صح يا جماعه؟ والصلاه والصلاه. طبعا الغلط بسرعه ليه؟ لان هو في الكتاب مش مكتوب ريليشنز في الكوربس كالوزا، لكن اللي مكتوب اتفهموه من الكلام اللي انا بقوله. الاسبرينيوم الاسبرينيوم فوقيه وراه اللور بوردر بتاع الفارك سيربراي اللي بيلف معايا كده، لكن تحتيه فيشر اسمه ترانسفيرس سيربرال فيشر وفي حاجات داخله منه، وطبعا ده بيوصلوا على سيرة انه سالكس. عايزين دلوقتي بقى نجهز اللاترال فيرتيكال ان انا عايز اشوف الفايبرز اللي بتعدي في كل جزء ايه؟ انا هاخد بس كل جزء بيعدي فيه اتنين اتنين الرسمه. الفايبرز اللي بتعدي في الرسمه من هنا كده يعني في فايبر دي بيقول لي الرسمه ده هو النص لور بارت اوف ذا انتيريور اند اوف الكوربس كالوزم صح؟ اتفقنا؟ يبقى الفايبر اللي بتعدي فيه تعريف الفايبر اللي بتعدي فيه ما هو الكوربس كلوزم ده كات سيكشن فايبر جاي مش من يمين جاي من اذا كان الرسمه هو النص لور اوف انتيرو بارت اوف الكوربس كلوزم يبقى بيربط من النص لور بارت اوف انتيرو سيرفيس اوف سيرفر اورك سيرفيس. طب مين شاطر على ضوء كده بالمره كده ده مين شاطر طارق؟ ايه الفايبر اللي بتعدي في الجنوب؟ جاي منين؟ الجنوب هو النص انتيرو اند اوف الكوربس كلوزم يبقى الفايبر جاي من المكان هو النص انتيرو اند اوف سيرفر فرونتال بول. طب الاسبرينيوم
اللي هو الموست موسكيلو هيعدي فيه فايبرز جايه من 6 كول نفس الطريقه. طب البادي اللي فوق ابر لاترال لور سيرفيس اوف سيريبرال ايه هيمسفير فايبر جايه من فوق وتنزل تعدي تعمل يو شيب والفايبر اللي ماشيه بالعرض ما اتنتش ماشيه بالعرض واللي جايه من تحت عملت زي كوبري جايه من اللور سيرفيس ده تعدي في البادي تنزل الناحيه ايه التانيه. تعالوا بقى بص بص قول لي كده الروسترا بيربط ايه بايه؟ مين شاطر يقول لي روسترا حد فاكر؟ اوربتال مع اوربتال وشنو؟ شايفين ده؟ الفايبرز اللي بتعدي في الشنو يا جماعه اسمها فورسس ماينور. ايه فورسس ماينور؟ يبقى نقرا كده جايه منين؟ فرونتال بول يمين مع فرونتال بول شمال تعدي في الشنو. فلما تيجي تقطع السكشن بتاع البرين هوريزونتال تبان الفايبرز زي حرف يو مفتوح لقدام يسموها ايه دي؟ فورسس ماينور. اسم الفايبر اللي بتعدي فورسس ماينور المكان اللي تعدي فيه شنو بانس وشنو؟ الكات سكشن فيها يعني. تمام؟ جميل. طيب هنيجي بعد كده للبطن. البطن ايه الفايبر اللي بتعدي فيه؟ ركزوا معايا في الدنيا. البطن بتاع الكوربس كلوزت او شوف الكلام اللي هو مش واضح شايفين ده؟ ده هورزونتال سيكشن شايفين ده؟ فورسس ماينر. ده فورسس ماينر وده؟ فورسس ميجر. وده الكابتن بتاع الانتير هورن وده الكابتن بتاع الانتير هورن. اللي هو الفيست المقوس. لما قطعت هورزونتال سيكشن قطعت الانتيرو هورن والانتيرو هورن حتى الفوت تشيك مع النص الفؤادي. فالانتيرو هورن لما قطعت لقيت الفورس ماينر قدامي الجنوب. طب بص كده فورس ميجر وضعها ايه بالنسبه للانتيرو هورن؟ ميديا. نعمل بلش على الميديا هورن على الانتيرو هورن. دي اسمها فورس ميجر والبلش اسمها بلد اوف فورس ميجر. بلد اوف فورس ميجر. هنشوفها دلوقتي. السكشن ده اسمه ايه؟ الفات هورزونتال. السكشن ده اسمه ايه؟ ترونال. الهورزونتال سكشن اقدر اشوف الفرونتال بول والفرونت والبسيبتال بول والفورسبس ماينور وفورسبس ميجر. طب يا دكتور انا عايز اشوف الفايبرز اللي جايه من فوق بتعدي اللي ماشيه بالعرض اللي جايه من تحت. اعمل ايه؟ ترونال. والترونال سكشن ده بيبين لك كفر سيبس اوفر سيبس لا تنزل. يقول لي الفايبرز اللي جايه من كفر نزلت عدت في بعض الفايبرز كلهم وطلع تاني. الفايبرز اللي جايه من نص لاترال سيبس مش بالعرض. طب اللي جاي من لور الفايبرز اللي جاي من لور سيرفيس طلعت اللي بس من اول دلوقتي كويس طلعت لاترال انفيرو هور بعدين طلعت لفوق عادي وهي طالعه لاترال انفيرو هور عملت لوحدها اللاترال وول بتاع الانفيرو هور لاترال بلد فراح ادوا الجزء ده اسم لانه عمل شغل تاني. الفايبر اللي جاي من فوق ما قلنالهاش اسمها حاجه اوكي. لما اشمعنى الفورسبس ماينور لانها قدام الانفيرو هور واشمعنى الفورسس ميجر؟ لانها عملت فالف في سبستير وهو. رجع هو عملت كده ليه لو هو اوكي؟ الفايبرز اللي هنا دي نازله ما عملتش حاجه في اللاترال فيرتيكال اللي ما عملتش ما اديناهاش اسم. الهورزونتال ما اديناهاش اسم، لكن اللي جايه من تحت وهي طالعه طلعت لاترال انفيرو هور فعملت لاترال هور ليه؟ سموها تابي طبعا. تابي طبعا يبقى الانفيرو هور التمبرال لوب اللاترال هور بتاعه اتعرف اسمه ايه؟ تابي طبعا. الاسكلينيوم اللي ورا خالص في الكوربس كالوزو بياخد الفايبرز اللي جايه من سيكتا بول وماشيه قدام الفايبرز دي ميديا للسي هور فتعمل بلج عليه اسمه بلج اوف سي هور. طب اللي جايه من لور سيلز وسيبت اللوب يقول لي تعمل نفس اللي عملته التابيتا من الناحيه الثانيه بس الطريق مور ديتيل ازاي؟ يقول لي الفايبرز اللي جايه من لور سيلز وسيبت تطلع لاترال للسي هور وتمشي فوقيه لاترال وفوقيه يبقى انا عندي نوعين من التابيتا تابيتا قدام هيبقى لاترال ولوب انفيرو هور والثابته بتاع البوستيرو هور هيعمل لاترال وروف لاترال وروف يبقى البوستيرو هور يا دكتور موجود هنا ايه ايدي دي؟ فايبرز جايه من لور سيبس سيبتال طلعت لفوق وهي طالعه عملت لاترال وروف البوستيرو هور يبقى انا عدت بالعرض فوق البوستيرو هور عملت له روف فاضل مين؟ الميديا هور اللي عرفنا جزء منه البالج اللي اتعمل من فورس ستيشن اللي اسمها بالج اوف ذا بوستيرو ايه هور اسمه لاترال بيت تمام؟ مركزين معايا؟ يبقى انا دلوقتي عندي حاجه اسمها جينوم حاجه اسمها سيبتم بلوس ده حاجه اسمها كوربس كالوزا حاجه اسمها فورس ميجر عامله بلش في السيرو هور امال ايه التابيتم ده؟ يقول لي عندي فيه تابيتم تابيتم امامي طالع من الكوريال سيبس وجاي من سيبتا لو وهو طالع عامل اللاتر هور بتاع الانفيرو هور يبقى الانفيرو هور عرفنا ان ليها بتبتدي تستجيب للاسيتايل كولين مش كده؟ روحنا مدين جرعه كبيره بقى من الاسيتايل كولين مين اللي حس بيه بقى ساعتها؟ مسكريت مقفولين لسه هم طب البوستيرو
الهورن يقول لي معاه تاب نمبر. بس التاب نمبر اللي مع الفير هورن عمل له ترول الفير هورن بتاع التاب نمبر لسه مش عادي دلوقتي طلع فوق لسه. لكن المصير هورن التاب نمبر بتاعه سي هورن اعلى فتلاقي التاب نمبر اللي طلع من الفير سيرفيس عشان يعدي الفور سيلوزا طلع لاترال وبعدين فوق. فعشان كده المصير هورن لاترال هو الروف من كلمه التاب. الانفير هورن لوحده اللاترال هورن هو الفرق. اوكي؟ كل ده بنجهز للاتر فيرتيكال. تعالوا بقى نخش على اللاتر فيرتيكال على طول عشان نبدا بقى الحضره بتاعتنا تاخد الموضوع اللي انتم مستنيينه قبل ما نخش. ده المصير هو خدنا السكشن ركزوا قوي معايا. ده اسمه كورونا سكشن هنا في الزيرو سيرفيس. الفايبرز بتطلع على فوق دي وتعدي العرض اسمها تاني عمل لاترال وول ايه اللي يعني لاترال وول. طب الميديا وول الفاضل يقول لي في كومبانش واحنا عرفناها لاترال سكشن في فورس سيميشن قاطعينها على بانش جوه اسمه ايه البانش ده؟ بانش بتصير هنا. وايه البانش التاني ده؟ يقول لي في سانتس من بره بيري دي اسمه كاتراين السانتس ده بيري دي شوف يعمل بانش تاني في الناس اللي جايه هتفوتها. انا كان اهم حاجه في الديسن نيوكلايد ان انا اوريك الانترنال كابسول والاكسترنال كابسول بتاعتي بروجكشن فايبر اللي حطيتها. مين يقول لي؟ يعني ايه الترمان؟ لينكس ما هوش سكن، احنا طالعين فورس سير المفروض داخل على السكن مش كده؟ عشان هما اثنين. والاثنين داخل اللي قبلهم كانوا في الميد لاين. عندنا فورس وسير واثنين ايه؟ لا تاني. في فيت في الخامس؟ فيت اه موجود تحت. اللور اند اوف سباينال كورد. في دايلاتيشن في السنتر كلامس وكمل. بس احنا دلوقتي بنتكلم على السيريبرال بس. لاترال فيرتيكال از ا كابيتال انسايد ذا سيريبرال هيمسفير. اللي فيها كام نوع؟ فكرهم فرانتال اوكسيبيتال بينهم برايتال وايه؟ وتبقى الشيب بتاع اللاتر فيرت من ايه؟ سي شيب تمام؟ سي شيب دلوقتي تساوي ايه؟ يقول لي في ثلاثه هورن بينهم سنترال بارت الانتيرو هورن داخل في لوبس وين؟ فرانتال والبوستيرو هورن في مين؟ في الاوكسيبيتال والانفيرو هورن في الدمبرال هورن السنترال بارت في البرايتال يبقى اربع اجزاء انتيرو بار ورا السنترال بار ورا السنترال بار في تفريعه يعني في بدايه المصير هور وبدايه الانفيرو هور والمكان ده اللي هو في نهايه السنترال بار وبدايه المصير والانفيرو حته واسعه شويه بيسموها ترايجونال او كولاترال ترايجونال اسمها ايه؟ اللي فرق بين السنترال بار اللي هو ده انا ما بحبش حكايه بادي هو بيسموه بادي او سنترال بار بفضل سنترال بار لان بادي يعني جسم وده كافيتي تمام؟ فافضل سنترال بار مع المستير هور مع الفير هور في المنطقه اللي بينهم اسمها ترايجون. ممكن تقولي لي بقى شويه الصور دي عشان نقول الباوند بتاع فوق الممبرين ده اسمه ايه؟ وده مين؟ كوربس لاترايت بلكس وده مين؟ كوربس كالوزا اللي من قدام كده روسترا شينو بادي ايه اللي داخل في قلب اللفه دي؟ اللي هو الانتيرو هور ورا الانتر فنتريكولا فورامين هلاقي السنترال بار ورا السبرينيوم تحت الاسبينيوم ايه في روك مين ده؟ بس تمام زي فاميلوس سيبتم بدوس ده بالقطاع هدخل على الانتيرو روك وسيبتم ليه؟ شايفين ان انت بتركب فرام هنا لو خدت خط كده يبقى هنا الانتيرو روك ورا السيبتم روك كده سيبتم بدوس ده ميديا جول مع الانتيرو روك مع مين؟ مع السيبتم روك وده فوركس خلاص طبعا بعدين الوادي بتاع ده تكبر على السليم. النقط الصفرا دي اللاترال فيرتيكال اللي حاضنه حاجتين عارفين الكوديك يبس عامله زي ما هو ليها اجزاء الجزء ده من اسمه الهيد وده اسمه البطل وده اسمه التيل مين الجزء الوحيد اللاترال فيرتيكال ملوش علاقه بالكوديك؟ بصيهم طب ايه العلاقه؟ يقول الهيد في الفلور بتاع الانتير هور والبادي هيتحط في الفلور بتاع السنترال بارت طب التيل في الروف بتاع الانتير هور والانتير هور كان اللاتر هور بتاعه كان مين؟ حد فاكر؟ مين الفايبرز اللي كانت جايه من اللور سيرفس طالعه عملت بس اللاتر هور بتاع الانتير هور كان اسمها ايه؟ تابت هور
اخر كوره اسمها ميكلويد نيوكليس. كوره دي طالعه منها فايبر هتمشي ليها للتيرو فيلز ماستايل ترمينالز. يبقى الروف بتاع الترو هورن في حاجتين، التيرو كوليسترايل. طب الاسترايل الناس اللي كانت في الروف بتاع الترو هورن هتكمل فين بعد في الفلور بتاع مين؟ سنترال بارك، وتخلص قبل الترو هورن، ما تشاركش في الترو هورن. تمام؟ ايه الفايبرز؟ ايه الصوره دي؟ كورونال سيكشن، سوري ده هورزونتال. مين ده؟ فورسبس ماينور. ده فورسبس ماينور والجينو هنا. امال مين ده؟ ده فورسبس ميجور اللي هيعمل بلج على البوستيرو هورن. اسمه بلج البوستيرو هورن على انه ميديا. لان البوستيرو هورن اللاترال غروف ثابته. في البوستيرو هورن لاترال غروف ثابته، لكن الميديا هورن بلج. والبوستيرو هورن كان فيه كالتا ايفز فاكرينه؟ بتاع كالتراين سابس. بوستيرو هورن كورونال سيكشن. ايه الفايبرز اللي طالعه دي ورايحه تعمل لاترال وول للهورن ده؟ ما دام عملت لاترال وول بس يبقى ده الانفيرور هورن. يبقى ده مين؟ الانفيرور هورن عملنا لاترال. يلا نبدا بس. نبتدي مين يا جماعه؟ ناخد كورونال سيكشن في الانفيرور هورن. بعد ما قلنا تعريف والبارتس لبس كل بارت عايز يتجوز. اول جزء معايا اسمه الانفيرور هورن. جاهزين؟ مين شاطر يقول لي الفلور بتاع الانتير هورن فيه؟ ادي الانتير هورن شايفين دول؟ مين اللي كانت الانتير هورن فوقيها؟ هيت اوف كوديت مع سترايك الناس؟ لا ما يوصلش الانتير هورن. خلي بالك انا هقول باوندز بره واخد المحاضره اللي بعد خمس دقائق هقولها هتقولوا عنده عشان بحب دايما اخد حاجه في المحاضره الفيدباك اللي باخده اسال السؤال اللي ترد عليه هيبقى لاترال فيمبل فجاه بنذاكر مع بعض. امال ايه دي؟ برافو عليك. فاكرين الروسترم؟ فاكرين الانتير هورن دخل في قلب التورماس كالوزا والروسترم كان في الفلور مش لوحده. فاكرين لما قلنا الهيد اوف كوليت كمان معاه؟ طب مين ميديا؟ الروسترم. مين لاترال؟ الهيد اوف كوليت. يبقى الفلور؟ طب الروف. ايه اللي فوق الانتير هورن؟ فاكرين التورماس كالوزا عمل كده؟ ده الانتير هورن. ايه ده؟ بطل التورماس كالوزا. طب ايه الانتير هورن؟ شنو؟ طب الميديا دي؟ الفورنكس. ممكن اقول الانتير هورن تاني؟ الانتير هورن ايه الباوندرز بتاعته؟ روف وفلور وميديا هورن وانتير هورن. الفلور حاجتين تحت الانتير هورن، واحد منهم الروستر. وحاجه ثانيه لو قلت لك ان الكوربس كالوزا ليه علاقه بالكوديت نيكلاس بعد الانتير هورن. وثالث الكوديت نيكلاس في قلب اللفه بتاعته. فالهيد والبودي في الفلور بتاع الانتير هورن والسنتر بتاعه. هقولها مع السنتر بتاعه. والتيل في الروح بتاع مين؟ الانفيرو هورن. طب انا في الانفيرو هورن دلوقتي يبقى معايا الهيد اوف كوليت. هيد اوف كوليت وايه؟ وراسه. طب الروح؟ بادي كورباس كالوز انتير هورن جينو ميديا هورن. نيجي للسنتر اربعه. مين شاطر يقول لي الروح والميديا هورن عشان نخلص منهم؟ الروح سنتر اربعه اللي هو ورا الانتر كونتريكتور فورم اللي قتل اسبينيا. سنتر اربعه ده الروح بتاعه ايه؟ البادي كورباس كالوز والميديا هورن. السيبتوم والفورنكس ورا لانه بيقربوا بعض. فورنكس وايه؟ وسيبتوم بالنسبه للميديا هورن. فاضل الفلور. حد يعرف يقول لي يعني حاجه من الفلور؟ افتكروا ايه؟ اللي تحت السنترال من الرسومات اللي احنا شفناها النهارده. برافو عليك. البادي اوف كوديت دي واحده. طب بالمره معاها. استرايا الناس ادي اثنين. سلامس. سلامس. بس فوق سلامس حاجه. الفورنكس. الفورنكس. فورنكس بعدين. قلت لك رودي اللي قالوا معاه البروتكس بتاع السنتر فيت كده سنترال بارت كده كرود بلكسس هو ده تاني. ايه الفلور اللي انت اصعب حاجه في الاخر من الفلور؟ ايه اللي تحت السنترال بارت؟ ها؟ بادي اوف كوديت خلاص دي اباف اند لاترال وبينها وبين السلامه سترايا ترمينالز خلاص وبين الابر سيرفس والسلامس والفورنكس والكرويد بلكسس جوه تيلا كرويد ميديا هول سيبتم بلوس ده وفورنكس روف بادي وكورتس كالوز تمام؟ طيب ده السنتر بارت نحاول نمشي بسرعه عشان تنسوا اهو بص معايا ده السنتر بارت روف بادي وكورتس كالوز ميديا روف سيت بادي روف الفلور كل القصه دي بادي اوف كوديت سارمس فورنكس تلسا وايت كورونا نكسس سترايت ارنانس وفي بنس ان شاء الله سترايت وستيرو هورن اللي كانت في الاوكسيبيتال نور عايز اللاترال والروف والميديا لوب حد فاكر؟ فاكرين يا جماعه الفايبرز اللي جايه من اللور سيرفس بتاع الاوكسيبيتال لوب وهي طالعه
كانت لاترال بوستيريور ما عدت من فوقيه فعملت فايبر خدت اس تبقى يبقى اللاترال فور والروت بوستيريور ايه تبقى طب الفيديو ده هو اللي تو بارش البارش الفوقي ده اسمه بارش بوستيريور هو معمول بحاجه اسمها بوستيريور ميجر اللي جاي من ورا قدام مريح على طب ده اسمه كالكرا ايه بس كالا عامل ديب سالكس اسمه كالكرا ديب سالكس اسمه كالكرا قبل ما اقول الانتيرو هور حكي دايما كده قبل اخر واحد فيهم الانتيرو هور ايه الباوند ستار نمسك كده الانتيرو هور هنا من قدام من البادي اوف كاربس فلور حاجتين الروسترام الهيد طب اليوم جنوب سيرسر طب السنترال بار اللي هو من اول الانتر في التريكرا فروم لغايه الاسبلينيوم الروف بادي اوف كوربس بادي اوف كوربس كلوز الميديا جول بس السيلز الكورنيكس شارك معايا طب الفلو بادي اوف كوديت والثالاموس والفوت ثالاموس والثالاموس وبينهم حاجتين استرايا ثالاموس طب الثالاموس ده فيه حاجات الفورنيكس وال كورنيكس والرود ليكسس تيلاكرو طب بصير هو بصير تلو لاترال وروف زي بعض لاترال اوف تاب والميديا جول تو بالجز ال طب دي فايبرز جاب جوه ست اسمها على فوق كده اسمها ايه؟ اسمها مش تعدي الهدف يعني تعمل لسه هتعدي فوق تعمل انفيرور هورن بصير هورن فايبرز اللي جاب جوه ست طلعت لاترال وعدت من فيه على فوق لكن الانفيرور هورن تحت قوي فالتابتا دي لسه طالعه مش توصل لليفل اوف كوربس كلوز فالتابتا مع الانفيرور هورن تعمل بس لاترال فور طب مين فاكر الهورن؟ مين فاكر الكوربس كلوزم اللي كان بيحضن تيل اوف كوديت ومعاه سترايد؟ الكوديت اشتراك النانس فين؟ في الروف طب الروف لأول مرة هنشوف كورونا سيكشن في سمكة اسمها سي هورس عارفين سيب حد شفت؟ سي هورس السمكة من أسماك الزينة يا جماعة هيبوكامبس ده هيبوكامبس فالهيبوكامبس عملت ماتش في الفلور بتاع الانفير هورن اسمها هيبوكامبل إمينس هيبوكامبل إمينس وجنبها في سكس كلها كان سكس ديبا رفع الريت شوف عمل كلها الامنس يبقى الفلور بتاع الانفيرو هورن فيه تو امنس هيبوكامبل وكلها هيبوكامبل وكلها اللي هيذاكر الانفيرو سيرفس بتاع البرين هيلاقي بره هيبوكامبل جايرس لاترال ليه كلها سيرفس الهيبوكامبل جايرس جواه هيبوكامبس يعمل الليفيشن في الفلور بتاع الانفيرو هورن اللي فوقيه ولاترال ليه كلها سيرفس يعمل الليفيشن تاني الاثنين امنس دول اسمهم باسم اللي عملوه كلها الامنس وكلها الايه سوري هيبوكامبل امنس كلها الامنس عالمين دي الوقت بتاع الانفيرو هورن في كرويد لكسس المرة التانية اللي يظهر فيها كرويد لكسس في اللاترال فينتري الكبير ده في السنترال بارت وفي الانفيرو هورن بس بتاع الانفيرو هورن ده جاي الارتري اسمه انتيرو كرويد في الميديا الوقت بتاع الانفيرو هورن اوكي؟ طيب ممكن يا جماعة فرحوني لو بصورة دي عشان تفتح بسوق ممكن فرحوني هقول سؤال تتجاوب عليه given account on lateral filter من الحاجات العنيفة جدا. تزي كم وفصة سريرة رابس فيه؟ كم واحد وقيم؟ شكله أجزاء. أنتير هورن في الفرانك اللوب، وصير هورن في الأوكسيبيت اللوب، سنترال بار في الرايكل، وفير هورن في ما الفيري الكولاترال ترايكون ده؟ في انتقاء ده الحاجات مع بعض، لأربعة دول. بين ده الحاجات مع بعض، سنترال بار مع وصير هورن والفير هورن. ميدان اللي بينهم، كولاترال طب انا عايز كل جزء من ده باوندز الانتيرو هور اولا الايت ورد عليا الانتيرو هور الفلور بتاعه كان فين؟ هيدا فوديت وروسترا طب الروف البادي اوف بس كان لوزا طب الانتيرو هور جنوب جنوب طب الميديا جول رائعين اكتر حاجه خلينا ننبسط واقاس اي حاجه زعلتني اللي انتوا عملتوها لان معناها ان انا تعبت وحلينا مشكله قربنا الموضوع لبعض هتلاقوا احنا عملنا كميه حلوه قوي طب ده الانتيرو هور انت اول الانتيرو هور خلص لما توصل الانتر بالتريكولا فورم من اولها لغايه الاسليه بتاع عكس انتر بار روف بتاع سنتر بار بادي
ميجا لور قدامه حتى من فورنكس طبعا صور كتير قوي زحمه قوي ده في معاه ايه؟ سالامس وباضي وفودين بينهم حاجتين اسرائيل وسلامس تريدي طب فوق السالامس فورنكس نكسس كده صعب كده نيجي للمسيرو هورن اسال واحد فيهم ليه؟ عشان اللاترال وول والروف زي بعض مين يقول لي بقى؟ لاترال وول وروف مسيرو هورن مين؟ طب الميديا الوول فيه تو بانشز فورنكس إذا كان الهيد اوف بليد فوق في الفلور او البادي التاني هيبقى فروف بتاع الانترول ماسترا ايه؟ تلميذ طب ده الروف الفلور تو ايمينس هيبو كامبل هيبو كامبل هيبو كامبل ايمينس ده تلميذ كولاترال ايمينس فضل الميديال وول كان فيه كرويد ابلكسس اللي كان بيعملها في الميديا وول بتاعه فهمتوا معايا يا جماعه؟ طب هاو كوميونيكيت هاو لاترال فيرتيكال كوميونيكيت مع السيرف شطار جدا تعبتوا معايا الاول كنتوا خايفين ما نستوعبش لكن النهايه ان هنا جه المحاضره دي معناها ان احنا عملنا مجهود حلو قوي استفدنا حلو قوي اتمنى يكون النيورو اناتومي دلوقتي بقى قريب شويه هنذاكر الكلام ده النهارده فاضي كل حاجه ذاكر كل اللي عملناه ده النهارده والفايل ده هحاول معلش يمكن انزله متاخر شويه بس هحاول انزله اول ما اروح عشان يبقى من اول الليل معاكم تشتغلوا منه.